أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله نبتدي ليكتشر 3 في الإندوكراين، وبعدين أنا عاوز أقول لكم شوية تنبيهات صغيرة مؤداها إن إحنا بإذن الله عشان قلنا نعمل ريجولار سبيسينج، فإحنا هناخد بإذن الله السبت والاثنين والأربع، يعني هو في يوم او يوم لا، يعني ده في نفس المواعيد. السبت هيبقى باذن الله سبيشال سنسز، الاثنين هيبقى سي ان اس، الاربع القادم باذن الله، وهي دي هتبقى المواعيد بقى الثابته باذن الله، هيبقى اندوكراين. فالنهارده احنا ليكتشر 3 اندوكراين، وقلنا احنا بصدد يعني توضيب السيستم، فقلنا ان هنخلي الـ MSQ على المحاضرة اللي قبلها، يعني في نفس المادة عشان يبقى أحسن. وطبعا هبقى أنزلها لكم قبلها بساعتين ثلاثة، وبعدين نحطها عشان تبقى جزء من الفيديو، جزء أصيل، وحتى الإجابات الصحيحة تبقى حطها لك زي ما أنا حطيتها كده تحت بالمقلوب. طبعا الامتحان ده احنا خدناه على الاندوكراين المحاضرة اللي قبل كده، لكن يعني نعيده في عجالة كده. فاحنا الجي بروتين يا شباب، الاجابة الصحيحة ان هو مفروض هو it's attached to serpentine receptor. serpentine اللي هو عامل زي الحية، قلنا عمل 7 لفات، هو 3 اجزاء وعامل 3 لفات. السؤال الثاني اللي هو الثيروكسين، والإجابة إن هو has slow action دي برضو، يبقى A D واثنين D. السؤال الثالث اللي هو ال prolactin inhibiting hormone، فالإجابة إنه it acts via diacylglycerol instrol triphosphate، لأنه بيطلع الهرمونات اللي هي polypeptide وglycoprotein بالإكسيتوز، يبقى عاوز كالسيوم، يبقى diacylglycerol instrol triphosphate. السؤال الرابع اللي هو regarding adeno hypothesis، الإجابة الصحيحة A، إنه secretes glycoprotein and polypeptide hormones. السؤال الخامس regarding the cyclic AMP، فالإجابة إنه هو increases by drugs inhibiting phosphodiesterase. وعليه الإجابات الصحيحة، حتى أنا مش كاتب لكم الترقيم تحت عشان خاطر يعني عينك ما تبقاش وانت بتراجع تضرب بسهولة تجيب الإجابة. فالسؤال الأول والثاني الإجابة الصحيحة هتبقى D for daddy، الثالث B for baby، الرابع A for alpha، الخامس B for baby. وبعدين احنا يا شباب يعني زي ما قلت ان انا في بعض الزملاء كانوا قالوا لي ان احنا عاوزين الريزوليوشن مش مظبوط قوي، وعاوزين حاجه تبقى يعني الديفينيشن بتاعها احسن، فيمكن انا غيرنا الايباد برو ايباد، ده المفروض ان هو الكاميرا الخلفيه بتاعته 13 ميجا بيكسلز والقدامانيه 5 ميجا بيكسلز. اي هوب ان يبقى الديفرنس في الرؤيه يبقى واضح، يعني في محاولة ان احنا بنحاول نخليها للأفضل. اتصور ان الريزوليوشن والديفينيشن اوضح في النيو ايباد. الزون النهاردة طبعا عندنا هنا الدنيا مفيش شمس خالص، almost يعني الاضاءة مش الاضاءة اللي هي بتاعت ربنا الشمس الجميلة. however هستخدم يعني اباجورة كده عشان تحسن شوية، ونتوكل على الله ونبتدئ المحاضرة على الجروث هرمون. فاحنا الجروث هرمون كنا قلنا يا شباب شوية معلومات نعيدها بسرعة، انها المرة الماضية معلومات كانت جميلة نحب نعرفها عن الجروث هرمون. فكنا قلنا ان الجروث هرمون بيطلع من الانتيرو بيوتري على وجه التحديد من الاسيدوفيليك سيلز
على وجه التحديد من السوماتوتروبس. سوماتوتروبس وهي الخلايا الأكثر عددا. السوماتوتروبس هي الخلايا الأكثر عددا في البيتيوتري. سوماتوتروبس وده سؤال MSQ يبقى طالع بالانتيريو بيتيوتري أسيدوفيليك سيل سوماتوتروبس تركيبه بوليبيبتايد. وأنا كنت قلت لكم في عجالة إنه إيه الفرق بين بيبتايد وبوليبيبتايد وبروتين، فهقولها تاني. طبعا في يعني الكتب بتكتب اختلافات متعددة، إنما يعني أسهل وأبسط أشياء لو الأمينو أسيدز عددهم من 2 to 50 هنسميه بيبتايد، أما لو إنهم من 50 لما هو فوق هنسميهم بوليبيبتايد أو بروتين. طب إيه الفرق بين البوليبيبتايد والبروتين؟ البوليبيبتايد لينير تشين، تشين واحدة مفرودة، لكن لو كان مور ذان وان تشين او فولدد يعني متنية على بعض حتى يسموها 3D هنسميها بروتين. يبقى تحت 50 بيبتايد، فوق 50 يا بروتين يا بوليبيبتايد. طب ايه الفرق بين البوليبيبتايد والبروتين؟ البوليبيبتايد بتبقى لينير تشين، تشين في شكل خط، لو كانت فولدد او اكتر من تشين على بعض ملفوفين يعني 3D هنسميها بروتين. فاحنا قلنا ان الجروث هرمون بتاعنا اذا بوليبيبتايد معمول من 191 امينو اسيد، وطبعا من صعوبه السيكونس فقلنا ان البيتيوتري ما بتعرفش تطلعهم كلهم نورمال، طلع 75% تقريبا منهم نورمال، الباقي حاجات مش التركيبه المظبوطه يعني ما هماش اكتف. وبعدين قلنا المعلومه اللي بعد كده انها كانت بتشتغل الميكانيزم اوف اكشن عن طريق جينوميك ونون جينوميك. النون جينوميك اللي هو جاك، والجينوميك اللي هو ستات اللي هو بتبعت سمول بروتين يعمل ترانسكريبشن اللي هو جاك ستات ميكانيزم. وعن طريق حتى قلنا ان كل جروث هرمون بيمسك في تو ريسبتور شكل بعض هومودايمرز. يبقى نقولهم تاني، طالع من كل واحد من دي سؤال MSQ يا شباب، طالع من الاسيدوفيلز خلايا اسمها سوماتوتروبس، النقطة الثانية بوليبيبتايد، النقطة الثالثة ان هو بيشتغل بجاك ستات ميكانيزم اللي هي جينوميك ونان جينوميك، والريسبتور بتاعه كل موليكيول اوف جروث هرمون بيمسك في تو ريسبتور شكل بعض بالظبط فيسموهم هومودايمرز. دايمر يعني قطعة لكن شكل بعض. نيجي بقى الاهم اللي هو الفانكشنز اند كنترول اوف جروث هرمون. وقبل حتى ما اقولها انا احب اقول لكم فقط المعلومات العامه، ان اللي قدر اكستراكت جروث هرمون من البيتيوتري وايفن يعمل له تخليق تصنيع صناعي طبعا بواسطه البكتيريا، راجل اسمه لي صيني، بس طبعا كما هي العاده يعني ما كانش مقدر في بلاده كويس، فجه هنا في جامعه كاليفورنيا وفي سنة 1966 نجح في انه يطلع جروث هرمون، وبعد كده نجح في تصنيعه الجروث هرمون ده كان في جامعة كاليفورنيا. This why حتى انت تبص كنت عامل لكم فقط المعلومات العامة ان جائزة نوبل فعلا لما بيقولوا على الـ US هي land of opportunity ارض الفرص، لما تبص لجائزة نوبل هي لحد دلوقتي توزع منها اكتر من 900 جائزة او 900 فائز اسف، يعني بالجائزة نوبل أكثر من 900 فائز منهم 363 من أمريكا، يعني حصدوا لوحدهم أمريكا أكثر من ثلث العدد. قلت ده نمرة اثنين بريطانيا العظمى اللي هي 123، نمرة ثلاثة الألمانيا 106، الصين برغم أنها مقلدين يعني رائعين خدوا 9 جوائز بس. فلما ليه ساب الصين وراح مع انه اتعلم في الصين وفي جامعه في الصين، لما راح جامعه كاليفورنيا نجح في انه يعزل الجروث هرمون من البيتيوتري، ونجح مع مجموعه زملائه في تصنيعه سينثيتك عشان يتاخد كعلاج في حالات كثيره جدا، وايفن ليه استخدام زي ما بنقول في يعني بره الهيومن بينج، هنبقى نحكيها في اوانيها بيستخدم في كلام جميل خالص. نيجي بقى للفانكشنز والكنترول اوف جروث هرمون اللي هو ضرة هذه المحاضرة. ليه؟ لا أزيع سر لما أقول لكم المذاكرة فن، التحصيل فن آخر. لو أنا الإندوكراين عندي فيه 14 هرمون
في النظري بيجي سؤالين، ثلاث أسئلة أسف في الاندوكراين، سؤالين منهم في الأكشن والكنترول. فلو أنا بذاكر بذكاء أعمل إيه ليلة الامتحان قبل ما عقلي، طبعا الواحد بيتعب كل ما بيذاكر فترة أطول، يبقى ماليش دعوة بترتيب مذكرة الاندوكراين، أنا أول حاجة أقرأ الفانكشن والكنترول بتاع ال 14 هرمون. دول ضمنت سؤالين من الثلاثة، ده statistics هو قالها لك. وبعدين بعد كده أعمل إيه؟ أذاكر بقية النوتس كلها عشان خاطر، أو الكتاب أو المصدر اللي بعمله عشان أجيب السؤال الثالث، أيا كان المصدر. وزي ما بقولت وبنصحكم دائما أبدا، إنك واحد المحاضرة مرة تفرغها في المصدر بتاعك المعاني والأسئلة والحاجات دي، ومرة تاني تسمع المحاضرة بقى في وقت ضائع وانت زي ما قلت في المواصلات وانت في وقت تعبان، passive learning please. لو سمعت المحاضرة مرتين ثق بإذن الله هتبقى حافظها صم، وخصوصا ان احنا بنحب نتكلم بترتيب رائع وفي نفس الوقت بفهم عشان نفهم القصة دي اللي عاوز اعمله. وطبعا كل في مصدره، كل واحد من الكتاب بتاع الجامعة التي ينتمي اليها عشان يبقى حاسس بأمان. أنا بديك الـ يعني أكتر من 90% من الموجود في كتابك أيا كان هذا الكتاب، خلاص وانت الباقي تقرأ. على فكرة هو ده مش أكتر من 90% بس، وهم المهمين. وبقولك في الأسئلة النظري بإذن الله اللي هو مش تنجيم إنما عن خبرة، ما ينفعش غير إن دول هم ليكوا. وبقولك كل سؤال MSQ، لأن I know MSQ زي ما قلنا worldwide. نبتدئ بقى بعد العشر دقائق دي من المقدمات، نقول اهم حاجه في الاندوكراين فانكشن والكنترول. فنبتدي اول هرمون في ال14 وهو الجروث هرمون، او يسموه سوماتوتروفيك هرمون، هرمون المغذي للجسم. اول هرمون بيبقى صعب قليلا لان بنحط القواعد اللي بنشتغل بيها، فالعبد الله بيحب القواعد، وقلت القواعد اهم من الشرح. فاي هرمون هتقسم وظيفته الى جزئين اساسيين، في جزء يمكن استنتاجه من اسمه، يعني في فانكشن تستنتجها من اسم الهرمون، والجزء الثاني لا يمكن استنتاجه من اسمه. فانا نفرض ان انا مش بذاكر بس بفكر وجالي فانكشنز اوف جراف هرمون، فالحاجه اللي ممكن نستنتجها من اسمه ان هو بيعمل جراف، وعشان كده سموه جراف هرمون. وعشان يعمل جروث يا شباب اهو لازم يعمل بروتين انابوليزم، يعني نعليها اكتر شويه، يبقى عشان يعمل جروث اهو لازم يعمل بروتين انابوليزم. يبقى ده ادي انت ضمنت نص السؤال العناوين الاساسيه بجاس بتفكر، يعني عارف خلي عندك تشالنج حتى لو مش قاري ليله الامتحان او من مده وجيزه مش قادر تفتكر، ركز مع نفسك هتجيب معلومات حلوه. جراث هرمون يبقى هيعمل جراث، وعشان يعمل جراث يعمل بروتين انابوليزم، وفي ذلك يشابه الجراث هرمون الانسولين. يسموا التو اكشن دول انسولين لايك. ليه يا شباب؟ لانه برضو بحب التجمعات قوي. البناء اهم هرمون بيبني في جسمك هو الانسولين مش الجروث هرمون، مع ان الجروث هرمون اسمه جروث هرمون، لكن اهم واحد بيعمل بناء هو الانسولين، بدليل ان الجروث هرمون عشان يعمل بناء لازم يطلع من الكبد انسولين لايك جروث فاكتور 1. تصور يعني الجروث هرمون عشان يعمل جروث لازم يطلع حاجه زي الانسولين من الكبد. يبقى تجميعه حلوه اهو. مين الانابوليك هرمونز في جسمك؟ ثلاثه بطريقتي، الانسولين ثم الانسولين ثم الانسولين، ده اهم واحد، ثم الجروث هرمون نمره اثنين، ثم السكس هرمون. لو حضرتك ميل هيبقى التستوستيرون، لو حضرتك في ميل هتبقي الايستروجين. يبقى في جسمك في ثلاثه انابوليك هرمونز اهمهم الانسولين. طيب ثاني واحد اللي هو موضوعنا اللي هو الجروث هرمون، بيعمل جروث، وعشان يعمل جروث قلنا هيعمل انابوليزم، وفي ذلك يشابه الانسولين، سموها انسولين لايك اكشن، لان في بعض المتحنين بيحب يجيبوها بطريقه ذكيه ما يجيبلكش السؤال بقى فانكشنز جروث هرمون اهو واحد بيرص حافظ، لا
يقول لك قول الانسولين لايك اكشن جروث هرمون، يبقى ما تجاوبش غير النصف ده فقط، انه بيعمل جروث وبروتين انابوليزم. طب الجروث عندنا سوفت تيشو بونز، فهو بيعمل جروث للسوفت تيشوز وللبونز. قبل اليونيون اوف ايبيفيزس وانت لسه طفل، قبل ما الايبيفيزس تلحم بيزود اللينث والثيكنس. طيب بعد ما تلحم العظم لما تكبر مش هتطول، يبقى فرصته يزود ايه فقط يا شباب؟ الثيكنس، يزود فقط الثيكنس. طيب ازاي بيزود اللينث؟ دي نقطه مهمه جدا. انتوا عارفين ان اللونج بونز فيها حاجه اسمها الفيزيال كارتج، فازاي بيعمل البون بمرحلتين؟ الاول نعمل كارتج كوندروجينيسيس بواسطه خلايا اسمها كوندروسايتس، وبعدين يعمل اوستيو جينيسيس، يعني الاوستيو بلاست تيجي تحط في الكارتلج ده كالسيوم وفوسفيت وتقلبه الى بون. فهو الحقيقه بيستيميليت العمليتين، الكوندروجينيسيس والاوستيو جينيسيس. الكوندروجينيس عن طريق الكوندروسايتس، والاوستيو جينيسيس اللي بتحصل عن طريق الاوستيو بلاست. يبقى ده الاكشن على البون. طيب ازاي بقى بيعمل جروث؟ كنا قلناها انه تصور، قلت لك اهم هرمون بيعمل جروث هو الانسولين. ان الجروث هرمون عشان يعمل جروث لازم يطلع حاجه زي الانسولين. فالجروث هرمون بيشتغل على الكبد، يطلع مجموعه مواد اسمها سوماتوميدينز، واظن الاسم واضح. ميدين يعني وسيط، الوسيط بتاع السوماتوتروفيك هرمون، فيسموه سوماتوميدين. هو ده اللي بيعمل جروث، مش الجروث هرمون دايركتلي. بيطلع مجموعه فاكتورز من الليفر اسمها سوماتوميدينز عشان يعمل جروث. اهمهم بقى، بص اهمهم سؤال مهم جدا، اسمه ايه بقى؟ اسمه انسولين لايك جروث فاكتور 1. يعني عشان الجروث هرمون يعمل جروث لازم يطلع فاكتور مشابه للانسولين، اسمه انسولين لايك جروث فاكتور 1. وده سؤال شافه ام اس كيو مهم جدا. بكم طريقه هذا الفاكتور اللي بيعمل جروث، اللي هو الوسيط بتاع الجروث هرمون اللي عن غيره ما يقدرش يعمل جروث، يشابه الانسولين؟ ثلاث حاجات. اولا انه شكله زي البرو انسولين. الانسولين يا اولاد ده معمول من 4 بيبتايد تشينز، بيبتايد يعني اقل من 50 امينو اسيد. كل اقول لك معلومه برضه تجميعه جميله جدا، كل البروتين هرمون والبولي بيبتايد هرمونز كلهم اللي هم طالعين من ثلاث غدد فاكر بحرف ايه؟ البي بيتيوتري وبنكرياس وبارا ثايرويد، كانوا بيطلعوا هرمونات الاستراكشر بحرف البي بروتين او بيبتايدز، كلهم يتعملوا كبري برو هرمون الاول ثم برو هرمون ثم هرمون، لازم كلهم كده. وادي مثال منهم الانسولين. الانسولين بيتعمل كبري برو انسولين 4 بيبتايد تشينز، 4 تشيل منها واحده يبقى برو انسولين، تشيل كمان واحده يبقى فاضل 2، يبقى هو ده الانسولين، يبقى الانسولين 2 بيبتايد تشينز. انما طب البرو اللي قبله كانوا 3، البري برو 4. الانسولين لايك جروث فاكتور 1 يشابه البرو انسولين، برو انسولين. طب تاني حاجه، يشتغل على ريسبتور زي بتاعه الانسولين بالظبط. طب تالت وجه للتشابه، ان الفانكشن بتاعته على الكربوهيدرات والفات زي الانسولين، زي الانسولين، وعكس اللي طلعه الجروث هرمون. الجروث هرمون بيعمل ايه؟ بيزود الجلوكوز فري فاتي اسيدز. الانسولين لما تاخد حقنه انسولين بينقص الجلوكوز وبينقص الفري فاتي اسيد، فهو الاكشن بتاعه الكربوهيدرات والفات زي الانسولين. ده من اهم الاسئله، ده كان في يوم من الايام في امتحان دكتوراه فاكر لزميل فاضل بقى رئيس قسم بعد كده، وسالوه كان لسه طالع جديد، ازاي الجروث هرمون بيعمل جروث؟ سربرايزنج ما عرفش يجاوبها، مع انه يعني بيتقدم بسرعه درجه في الدكتوراه. قلنا الكلام ده من سنه 66، الراجل 1966 ليه ده اكتشف او استخلص الجروث هرمون، وبعد كده نجح في تصنيعه. كان قبل كده بياخدوه من الكاديفرز، من الجثث الموتى، يعملوا اكستراكت عشان يدوا جروث هرمون. انما نجح الراجل بوصف البكتيريا في انها يوجهها انها تصنعه.
لا تنساها، دي اهم نقطه النهارده في الفانكشن، ان الجروث هرمون يا اولاد عمره ما هيعرف يعمل جروث الا لو طلع حاجه زي الانسولين من الكبد اسمها انسولين لايك جروث فاكتور 1. انسولين لايك هنسالك في ماذا يشابه الانسولين؟ في اشياء ثلاث: تركيبه زي البرو انسولين، الريسبتور زي الانسولين، الاكشن على الكربوهيدرات والفات زي الانسولين، وعلى عكس اللي طلعه جروث هرمون. تبقى عارفها كويس قوي. وهنا بحب اقول حاجه صغيره تذكرك، الاطفال عندنا والولاد الصغيرين والشبان اللي بينزلوا الترع ويجي لهم بالهرسيا تنهش في كبدهم وتبوظ الكبد، تعمل فيه تليف، ليه بيبقى عندهم ستانتد جروث؟ اديك عرفت الاجابه، ليه بيبقى نموهم محدود؟ لان الجروث هرمون عشان يعمل جروث بيستثير اساسا الكبد، مش الكبد فقط، اساسا الكبد انها تطلع انسولين لايك جروث فاكتور 1. طب النقطه الثانيه، عشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين انابوليزم. هنا بقى كلاشيه ثاني جميل قوي، تذكرني مين الثلاث هرمونات في جسدك اللي بيعملوا جروث وانابوليزم؟ نقولهم ثاني، نمره واحد ايه؟ نقولهم صح، ما تقوليش الجروث هرمون نمره واحد، الانسولين نمره واحد، ثم الانسولين، ثم الانسولين، ثم جروث هرمون، ثم السكس هرمونز، يا تستوستيرون يا ايستروجين. اكلاشي اهو مع الاربع هرمونات دول، ليه بقول اربعه؟ هم ثلاثه اه، بس هم تستوستيرون في الميل وايستروجين في الفيميل، يعني احنا اكشلي هندرس اربع هرمونات، بس في كل واحد عنده ثلاثه، جروث انسولين وجروث هرمون وتستوستيرون لو كنت ميل، وانسولين وجروث هرمون وايستروجين لو كنت فيميل. في الاربع هرمون دول لما تقول ازاي بيعمل بروتين انابوليزم، اكتب الاكلاشي اللي قصادك. ما هي وحدات بناء البروتين الامينو اسيد؟ يبقى لازم الهرمون اللي بيعمل بناء يوفر وحدات البناء، يبقى يزود الترانسبورت اوف امينو اسيدز اكروس ذا سيلز. وهنا في سؤال ام اس كيو بقى لئيم شويه، يبقى الجروث هرمون بيعمل ايه في الليفل اوف امينو اسيد في البلاد؟ يقللها طبعا، مش هو نقل الامينو اسيد اللي جوه الخليه عشان تبني، بيقللها في البلاد. سؤال ان دايركت جميل في الام اس كيو، ويزود الدي ان ايه ويزود الماسنجر ار ان اي، يبقى سهله كده. يبقى اي هرمون بيعمل بروتين انابوليزم هتحط هذا الاكلاشين، هيزود الامينو اسيدز ترانسبورت اكروس ذا سيل. طب هنرتبها ازاي؟ انهي عدد، انهي ترتيب، انهي نوع؟ الثلاث حاجات مكتوبه فين دي؟ في الدي ان اي اللي هو بنسميها جين اكسبريشن. طب الصوره اللي هناخدها من الدي ان اي عشان نشتغل بيها في الرايبوزومز اسمها ايه؟ اسمها ميسنجر رايبونيوكليك اسيد. يبقى ده الانسولين لايك اكشن اوف جروث هرمون. طيب ننتقل، يبقى ربنا خلق جروث هرمون لسببين. السبب الاول واضح في اسمه اللي هو بيعمل جروث، وعشان يعمل جروث لازم يعمل بروتين انابوليزم، وفي ذلك يشابه الانسولين، مش الانسولين اللي يشابهه. طب ليه خلق ربنا الجروث هرمون السبب الثاني؟ شوف جملة مش هتنساها ما حي، ليعيننا على الصيام. تعالى نفهم لما انا صايم بيعمل ايه الجروث هرمون عشان يعيني على الصيام. وقت انت صايم عاوز يبقى عندك قوة بدنية وقوة ذهنية. المخ يا شباب معلومة جميلة جدا اهو، لا يستخدم سوى الجلوكوز، ما بيستخدمش غير الجلوكوز، فيبقى مطلوب من الجروث هرمون عشان عقلي يقعد شغال وانا صايم يزود الجلوكوز، يبقى يزود الجلوكوز في الدم اهي. طيب البدن بقى معظم الانسجه ما عدا البرين اه ممكن تستخدم جلوكوز، لكن اهم حاجه ليها ديورنج ريست هي الفري فاتي اسيدز، يبقى مطلوب من الجروث هرمون يزود ال فري فاتي اسيد، يبقى بيزود الجلوكوز ويزود ال فري فاتي اسيدز. عيننا على الصيام، عشان كده حتى يسموه جروث هرمون، لانه بيزود الجلوكوز وبيزود الفري فاتي اسيد، يسموه ستريس هرمون. وفي ذلك يخالف الانسولين، عشان كده قلنا دي انتي انسولين اكشن. كلنا عارفين اما تاخد حقنه انسولين immediately within second الجلوكوز هيقل. طيب يبقى الانسولين، انا هقول لك بقى بطريقه جميله برضه، تجميعه رائعه، تجميعه رائعه الحصه دي.
ان بقول ان الاكشن اوف انسولين على الكربوهيدرات والفات متفرد. يعني الانسولين على الكربوهيدرات والفات اهو جمله مش هتنساها، زي الفريك ما يحب الشريك، اللي يعمله الانسولين على الكربوهيدرات والفات مفيش غيره يعمله. يبقى ديك انت دي جمعت لك الفانكشن بتاع كل الهرمونز على الكربوهيدرات والفات. انت حضرتك تعرف الانسولين، الباقي يعمله العكس تمام. الانسولين بيعمل ايه على الجلوكوز؟ بيوطي الجلوكوز، يبقى الباقيين كلهم يزودوا الجلوكوز. ولو زادوا، لو حصل فيهم هايبر فانكشن، الجلوكوز هيزيد قوي، هيجيني سكر، عشان كده يسموهم دايبيتوجينيك، دايبيتوجينيك افكت. الانسولين هو الوحيد اللي بيتخن، بيعمل لايبوجينيسيس، وعليه يقلل الفري فاتي اسيد، وعليه ما يتكونش كيتون بوديز، يبقى انتي كيتوجينيك. ده الاكشن بتاع الانسولين، وحيد بيعمل لايبوجينسيس، وعليه يقلل فري فاتي اسيد لان تم استخدامها في عمل ليبيد، وعليه مش هتتحول لكيتون بوديز، يبقى انتي كيتوجينيك. الباقيين كلهم اعكس، يبقى لايبوليسيس اهي في جروث هرمون، وبدل انتي كيتوجينيك يبقى كيتوجينيك. حتى شوف السجع جميل ازاي، الاكشن بتاع الجروث هرمون على الكربوهيدرات والفات ده بيتوجينيك اند كيتوجينيك، اللي هو عكس مين؟ الانسولين. اوعى تنساها الجمله دي، الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريق ما يحب الشريك، اللي يعملوا الانسولين على الكربوهيدرات والفات ما يعملوش حد اخر. وفي التخسيس خلينا ناخد فقره معلومات عامه. في التخسيس الوضع كالآتي يا شباب، في نظامين في الدنيا في التخسيس، نظام انك تقلل عدد السعرات فتخس، طب حلو خالص، بس عيبه لانك هتقعد معظم الوقت جعان، ما لسه سعرات قليلة. فراجل اسمه اتكن اظن ابتدع نظام كده في امريكا، قال انا هعمل لكم هوكلك وخليك تشبع وفي نفس الوقت تخس، بيزد على النقطه دي، عشان كده بشرحها اعمق الفهم اكتر. قال ان الهرمون الوحيد اللي بيتخن هو الانسولين اللي بيعمل لايبوجينس، وهذا الهرمون اللي هو الانسولين لما نيجي في اخر محاضره في الاندوكراين باذن الله اهم حاجه بتطلعه الجلوكوز. فلو انا اكلت بروتين وفات زي ما انا عاوز بس ما اكلتش كربوهيدرات، ما زودتش الجلوكوز، مش هيطلع انسولين، وعليه مش هيحصل لايبوجينسيس، وفي الحاله دي هتخس. بس ايه عيب هذا النظام؟ اقوله لك بقى، لو مفيش انسولين، الانسولين هو الوحيد اللي عنده انتو كيتوجينيك افكت، هو اللي بيقلل تكوين الكيتون بوديز، يبقى كميه الكيتون بوديز هيحصل لها ايه في الجسم؟ هتزيد، هيحصل لك كيتوزيس اللي هي وان فورم اوف اسيدوزيس. واحنا عارفين الاسيدوزيس بتعمل ايه على السينابتيك ترانسميشن، خدناها في محاضرة السي ان اس، بتقلل سينابتيك ترانسميشن. فكان عيب هذا النظام، ما بتجوعش، بس انت خفيت الانسولين اللي هو بيمنع الكيتون بوديز، فبقى عندك بقية الهرمونات اللي هي كيتوجينيك زي الجروث هرمون. فطول اليوم قاعد دايخ، عشان كده انقضى هذا النظام، برغم ان كانت فكرة عبقرية. كل ما بدا لك من الفات والبروتين بس ما تاكلش كربوهيدرات عشان ما تزودش جلوكوز، فما يطلعش الانسولين، والانسولين هو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينز، يبقى مش هتدخل. يبقى الفكره ثيوريتيكالي صح واستخدمت لسنوات عديده، بس كان عيبها ان هذا النوع من الرجيم بيبقى فيه كيتوزيس اسيدوزيس، بيقلل السينابتيك ترانسميشن، يخليك دايخ. يا اولاد احنا مش جايين نقرا مع بعض، هنا وهنا فقط يصنع الاطباء ويصنع الاوائل، الناس فاهمه مقال كبير. يبقى ده الاكشن اللي هو بيعيننا في الصيام. يبقى بيعيننا في الصيام ازاي؟ بيزود لي جلوكوز للقوه الذهنيه، ويزود لي الفري فاتي اسيد للقوه البدنيه. طب تعالى نشوف بقى، ناخد التفصيلات دي، حتى التفصيلات هنفكر فيها بطريقه جميله. دلوقتي عشان يزود الجلوكوز في الدم، عشان كده سموه دايبيتوجينيك، لان لو جروث هرمون زاد قوي هتنتهي زي ما هنشوف في الديس اوردر، ان يحصل لك دايبيتس. عشان يزود الجلوكوز بمنطق الحال، زود الوارد وننقص الصادر،
يعني اي حاجه تزودها، عاوز تزود سلعه في البلد يبقى استورد كتير وتصدر منها، تستخدم منها قليل. برضو قلت معلش المره دي يعني صعب شويه قوي الهرمون، لان بحط الاسس بتاع الهرمونات الاخرى. وكلام جميل جدا، من اين يرد الجلوكوز؟ لو حضرتك صايم ملوش غير مصدرين بس، من الكبد بتكسير الجلايكوجين جلايكوجينوليسيس، او بتكوينه من مصدر جديد اللي هو الامينو اسيد فيسموها جلوكو يعني جلوكوز، نيو يعني جديد، جينيسيس تخليق الجلوكوز من مصدر جديد. اما المصدر الثالث من الاكل، انتستاين ابزوربشن، يبقى في ثلاث مصادر الجلوكوز، اثنين وانت صايم والاكل. طب انا قلت فاكر الجمله اللي قلت مش هتنساها ما حييت، الجلوكوز بيعينك، الجلوكوز هرمون بيعينك على ايه؟ على الصيام. يبقى يزود المصادر اللي هي من غير اكل اللي هما الاثنين التانيين، يزود الجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينس، زود الجلوكوز للبرين. شوف الروعه، فعلا وراء الخلق خالق. طب هذا الجلوكوز هو المصدر الاساسي والوحيد للبرين، بس بقيه الانسجه ممكن تستخدم جلوكوز، خاصه المصل 40% من 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 جسمك سكريتال مصل، واسهل لها تستخدم جلوكوز على الفري فاتي اسيد. الجروث هرمون عاوز الجلوكوز ده للبرين. المصل عشان تستخدم الجلوكوز ده لازم تحوله لجلوكوز 6 فوسفات بواسطه هيكسوكينيز انزيم، اول ستيب. طب هو عاوز البرين اللي يستخدمه مش عاوز المصل، فراح عمل انهيبيشن للهيكسوكينيز انزيم، منع المصل من استخدام الجلوكوز. يعني سيمفونيه، جاب الجلوكوز وانت صايم من الليفر بالجلايكوجينوليسيس والجلوكونيوجينسيس، وقال لهم يا غجر ما فيش اي نسيج هيستخدم هذا الجلوكوز غير البرين، الجلوكوز ده بتاع البرين. المسلز اللي هي 40% من الجسم عشان تستخدمه لازم تحوله لجلوكوز 6 فوسفيت باي هيكسوكاينيز، عمل لها انهبيشن للهيكسوكاينيز عشان يمنعها من استخدام الجلوكوز. فانا بتصور حوار، فالمسل بيقول طب هستخدم ايه؟ قال لها ما تخافيش انا عامل سيمفونيه موضب روحه، انا الجلوكوز ده جايبه البرين ومش عاوزكم تستخدموه. أنا انت بتستخدمي ايه؟ مين الميجور انرجي سبستريت بتاعك؟ فري فاتي اسيد، انا هجيبهولك. فبيعمل لايبوليسيس فيزود فري فاتي اسيدز للبدن ويزود الجلوكوز للذهن. وقلت لما بيزيد الفري فاتي اسيدز بيتكون كيتون بوديز، فبيزود الكيتون بوديز، فعشان كده سموا الاكشن كيتو جينيك، حتى فيها سجع. يبقى مين هم الانتي انسولين اكشن؟ ده بيتوجينيك على الكربوهيدرات والكيتوجينيك على الفات. ده الجروث هرمون اكشن كما ينبغي ان يفهم والا فلا. طب تعالى بقى ايه نعيده تاني بسرعه، لماذا خلق الله الجروث هرمون؟ لسببين. واحد، سبب واضح في اسمه جروث، وعشان يعمل جروث لازم يعمل انابوليزم، وفي ذلك يشابه الانسولين. لو جاب لنا السؤال بفهم، مش رص الفانكشن، قول الانسولين لايك اكشن جروث هرمون، يبقى جروث وانابوليزم. وسبب اخر غير واضح في اسمه، ان هو بيعيننا على الصيام، وانا صايم محتاج حاجتين بس، جلوكوز للذهن وفري فاتي اسيد للبدن. هو بيزود الجلوكوز وبيزود الفري فاتي اسيد. الجلوكوز لو زاد قوي، لو زاد الجروث هرمون عندي كمرض هايبرسكيشن ممكن يحصل لي دايابيتس، فسموه ده دايابيتوجينيك. ولما تزيد الفري فاتي اسيد هيتكون كيتون بوديز، يبقى ده كيتوجينيك، وفي ذلك يخالف الانسولين، يعني انتي انسولين. وخدنا كاني دلوقتي قلت وظيفه الهرمون رقم 14 اللي هو الانسولين، نص الوظيفه بتاعت الانسولين انتهى خلاص. يبقى الانسولين بيعمل ايه على الكربوهيدرات والفات؟ قلتها، اوعى تنساها، الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريك ما يحب الشريك، اللي يعملوا الانسولين على الكربوهيدرات والفات ما يعملوش هرمون تاني ابدا. نص المعلومه انت عارفها، انك لو حقنت حقنه انسولين الجلوكوز هيقل. طيب والنص التاني بقى اللي هو قائم جدا، الانسولين هو الهرمون الوحيد اللي بيتخن لايبوجينيسيس تخليق الليبيد، وعليه يقلل فري فاتي اسيد، وعليه يقلل كيتون بوديز، ما تدخش، يبقى انتي كيتو جينيك، مفيش يمنع الاسيدوز.
انتي كيتوجيني، اعكسها بالجروث هرمون. وفي سيمفونية بقى دلوقتي انت مش مذاكر بس بتفكر، هو عاوز يجيب، انا صايم عاوز جلوكوز للمخ، يبقى اعمل ايه؟ ازود الوارد واقلل الصادر. من اين يارد الجلوكوز؟ علمتك من مصادر الثلاث، اثنين وانت صايم وواحد من الانسان ابزوربشن. احنا بنقول هو بيعيننا على الصيام، يبقى ملوش دعوه بالانسان ابزوربشن. يزود اثنين بتوع الليفر بس، جلايكوجينوليسيس اند جلوكونيو جينيس. طب زاد الجلوكوز هو عاوزه لمين؟ سيمفونيه، سيمفونيه وراء الخلق خالق، استخدموا البرين. طب ما المصل اسهل لها تستخدم جلوكوز من في فاتي اسهل لها. اوعى حد يمد ايده على الجلوكوز، بانه قال لها، قالها لهم ازاي؟ بانه عمل انهبيشن للهكسوكينيز انزيم اللي هو اول ستيب عشان المصل تستخدم جلوكوز، تحول له جلوكوز 6 فوسفيت بالهكسوكينيز، هو عمل له انهبيشن. يبقى هذا الجلوكوز للبرين. فبقيت الانسجه بقى البدن قال له طب انت اديت الجلوكوز للمخ ومنعتنا من استخدامه، طب احنا هنعمل ايه؟ قال له ما تخافوش، انتوا الميجور انرجي سبستريت بتاعكم during rest هو الفري فاتي اسيد، انا هعمل لايبوليس. فيزيد الفري فاتي اسيد وعليه يزيد الكيتون بوديز، يزيد الكيتون بوديز عشان كده سموها كيتوجينيك. يبقى الاكشن انتي انسولين حتى فيها سجعش، دايبيتوجينيك على الكربوهيدرات وكيتوجينيك على الفات، وفي ذلك يخالف الانسولين. يبقى تو اكشنز يخالف فيهم انسولين انتي انسولين، وبسببهم سموا جروث هرمون سؤال ام اس كيو ستريس هرمون، لانه بيزود الفري فاتي اسيد ويزود الجلوكوز. وتو اكشن هو اللي يشابه الانسولين مش الانسولين اللي يشابهه، هو اللي يشابهه يعمل جروث، وعشان يعمل جروث يعمل بروتين انابوليزم. وشفنا ليه بنقول هو اللي يشابه الانسولين، ان الجروث هرمون عشان يعمل جروث امر الكبد وانسجه اخرى، لكن اهمهم الكبد، انهم يطلعوا حاجه زي الانسولين، انسولين لايك جروث فاكتور 1. يشابه الانسولين في ثلاث حاجات من اهم الاسئله ام اس كيو، شافوا تركيبه زي البرو انسولين، الريسبتور زي الانسولين، الاكشن بتاعه على الكربوهيدرات والفات زي الانسولين، مش زي الجروث هرمون اللي هو عكس الانسولين. هنا بينقص الجلوكوز وينقص الفري فاتي اسيدز، اهي مكتوبه صادق. ولا انسى مره برضو عشان اعمق الفهم اكتر، صديق كان عنده حفيد، الولد مش راضي ينمو، يعني وزنه ما بيزيدش مع انه طبيب، طبيب امراض باطنه. بيقول الطفل ما بيزيدش، قلت له يا اخي حلل له الجلوكوز ليكون عنده سكر. تصور حلل الجلوكوز طلع الطفل عنده تايب 1 دايابيتس ميليتس. وانس ادوا له انسولين حصل له جروث ونمى وبقى زي الفل. طب يعني ما كان في جروث هرمون بس من غير انسولين لا يحدث نمو، الانسولين هو الاساسي في النمو. عاوز ناس فاهمه طب. وانس طفل لا ينمو فكر ان عنده تايب 1 دايابيتس، رضيع اديله انسولين بقى زي الفل. ده الفانكشن جروث هرمون. للاوائل ممكن يزود حاجه، مين الهرمون المشابه للجروث هرمون؟ طالع من الاسيدوفيليك سيلز برضه، تركيبه بولي بيبتايد برضه، برولاكتين. فلو انا شاطر اكتب وظيفه خمسه غير الاثنين انسولين لايك واثنين انتي انسولين للاوائل، وهنا تصنع الاوائل. اكتب ان الجروث هرمون لاكتوجينيك، بيزود اللاكتيشن، وهثبتها مرتين في الديس اوردر. لما يزيد الجروث هرمون، الجروث هرمون اللي زاد مش البرولاكتين، هنلاقي في 5% من المرضى يحصل لهم لاكتيشن حتى لو كانوا رجاله. تصور يعني راجل يرضع زي فيلم جينيور بتاع ارنولد شوارزنيجر. بقول لك حاجه تاني جميله بقولها للزملاء هنا، الزملاء اللي بيسمعوني يسمعوها يعرفوا حاجات، مين عمل الجروث هرمون يتعلموا حاجات مفيش مشاكل. بقصد طبعا اصغر سنا، لان الكبار دول طبعا علماء زي ما كلنا عارفين. صار الجروث هرمون ليجالي هنا في اليو اس بيستخدموه في الكاوز اللي هم الديري، الكاوز اللي هي بتاعت اللبن، عشان يزودوا انتاج اللبن بيدوهم جروث هرمون لانه لاكتوجينيك، لانه مشابه للبرولاكتين، بيدوا لهم جروث هرمون. يعني في الهايبر فانكشن هيعمل لاكتيشن في فيميل وميل، وطبعا الفيميل حتى لو هي مش بريجنان يحصل لها لاكتيشن، وميل يحصل له في 5% من الحالات. وهنا بيستخدموه ليجالي، الاف دي اي مصرحه بيه
في ان هم يستخدموه في المزارع بتاعت الكاو بتاعت اللبن. فلو انا طالب من الاوائل اكتب نمره 5 ان هو لاكتوجينيك. ليه؟ لانه سيميلر انستراكشن اند فانكشن تو برولاكتين. شفت الورق حصاد السنين اهو، اوعى تنساه. يبقى تو فانكشنز، واحده باينه في اسمه، يعمل جراث، وعشان يعمل جراث يعمل بروتين انابوليزم، وفي ذلك يشابه الانسولين. وكان الدليل الرهيب انه عشان يعمل جراث لازم يطلع من الكبد حاجه زي الانسولين، مجموعه فاكتور كتار اسمهم سوماتوميدينز اس في الاخر، اهمهم مين؟ الانسولين لايك جروث فاكتور 1، زي البرو انسولين، نفس الريسبتور بتاعت انسولين اكشن على الكربوهيدرات فات زي الانسولين. يبقى دي اللي باينه في اسمه جروث هرمون. طب واللي مش باين في اسمه؟ يعنى على الصيام بانه يزود الجلوكوز للذهن والفري فاتي اسيد للبدن. والصيام شوف جمله عمرك ما هتنساها، يبقى ما يزودش انسان ابزوربشن من جوه، انت صايم ما بتاكلش، جلايكوجينولز جلوكوجينز وسيمفونيه تثبت انه وراء الخلق خالق. انه يزود الجلوكوز ده البرين ما عرفش يستخدم غيره، لكن سهل تستخدمه الانسجه الثانيه منعها من استخدامه بانه انهبيت ليكس كاينيز. طب هم قاموا بثوره، طب واحنا نعمل ايه؟ قال لهم هجيب لكم فري فاتي اسيد باي بوليسيس، والفري فاتي اسيد تتحول لكيتون بوديز جزء منها، عشان كده سموا الاكشن كيتوجينيك. يبقى ده كيتوجينيك، حتى سجع جميل وكيتوجينيك. وخدنا معلومه قيمه جدا ان الانسولين على الكربوهيدرات والفات زي الفريك ما يحب الشريك، هو الوحيد اللي نقص جلوكوز، وهو الوحيد اللي بيعمل لايبوجينيسيس وانتي كيتوجينيك. وقلت فكره اتكن لما كان عمل الريجيم بتاعه انه قال مش عاوز تخس وانت شبعان ما تطلعش انسولين، هو ده الوحيد اللي بيتخن اللي بيعمل لايبوجينيس. طب ايه اللي بيطلع انسولين؟ اهم حاجه الكربوهيدرات، الجلوكوز، ما تاكلش كربوهيدرات. طب عيبها ايه؟ لو ما فيش انسولين ما عندكش انتي كيتوجينيك، يبقى يحصل لك كيتوزيس اسيدوزيس تبقى نايخ. شوف الفهم، شوف الطب جميل ازاي لما تفهم. يا رب وراء الخلق خالق. وهتزود انت نمره 5 بقى الاوائل ايه؟ انه لاكتوجينيك، وحكيت لك عنها قصص ليك وللزملاء. الازهر سنا طبعا. نيجي بقى الكنترول اوف جراث هرمون. ده برضه نظري مهم وسهل. جراث هرمون بيزيد بايه وبيقل بايه؟ الناحيه دي انكريزد باي والناحيه دي ديكريزد باي. حتى نسيت اكتب ديكريزد باي، ما عليه. اعتبرها مكتوب. ايه اللي يزود جراث هرمون؟ اي هرمون طالع من بيتيوتري لازم الاول يا شباب تقول علاقته بالانتيريور بيتيوتري. هل الجروث هرمون عنده ريليسنج ولا انهيبيتنج ولا بوث ريليسنج اند انهيبيتنج؟ يلا اختار كانت انهي اجابه. احنا ما فكرنا فيها ان الجروث فيه مراحل فيها جروث ومراحل ما فيهاش جروث، فهو الوحيد اللي كان عنده جروث هرمون ريليسنج هرمون، والناحيه الثانيه جروث هرمون انهيبيتنج هرمون. حتى كان اسمه سوماتوستاتين اللي بيوقف السوماتوتروفيك هرمون. ستاتيك يعني يثبت. يبقى هنا في سؤال شافه جميل، كلمه سوماتو اتقالت 3 مرات، الجروث هرمون اسمه سوماتوتروفيك. طب الوسيط بتاعه اللي بيطلع من الكبد وسيط، يبقى ميدين، سوماتوميدين. طب اللي بيوقفه من الهايبوثالامس سوماتوستاتين. يبقى تاني ده سؤال شافه مهم وام اس كيو ما تلخبطهمش. السوماتوتروفيك ده الهرمون، ده الجروث هرمون من الانتيرو بيتيوتري. الوسيط سوماتوميدين اللي هو انسولين لايك فاكتور 1 بيطلع من الكبد. اللي بيوقفه الانهيبيتنج هرمون اسمه سوماتوستاتين طالع من الهايبوثالامس. اسئله رائعه شافه وام اس كيو. طيب نكمل. مين مور امبورتنت؟ مور امبورتنت هو جروث هرمون ريليسنج هرمون. نيجي نمرة 2 نفكر بهدوء. احنا قلنا جروث هرمون بيعمل ايه على الجلوكوز والفري فاتي اسيد؟ فكر، انا مش بذاكر بس بفكر. بيزود، بيعن على الصيام، بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد. يبقى امتى المفروض يطلع؟ لما الجلوكوز والفري فاتي اسيد يقلوا. وهذا يحدث during fasting، احنا بيعنا على الصيام and starvation. وهتقول لي ايه الفرق ما بينهم؟ واضح جدا. الستارفيشن مجاعه بغير ارادتك، مش لاقي تاكل.
الفاستنج انت بتعملها كده لوجه الله صيام، في الاثنين هيقل الجلوكوز في فات اسيد، مين اللي بيعيننا على الصيام؟ الجراف هرمون، فيطلع عشان يزود الجلوكوز وفي فات اسيد. وعملوها تجربه بيجيبوها في الام اس كيو. انا ليه عارف الاسئله ام اس كيو؟ هم ازاي عرفوا النقص الجلوكوز بيطلع جراف هرمون؟ ما راحوش لواحد صايم، حقنوا شخص بانسولين فوطى الجلوكوز فطلع جراف هرمون. عشان كده بتيجي في الام اس كيو ان الجروث هرمون بيطلع بالانسولين انديوسد هايبوغلايسيميا، يعني لو حقنت انسولين يو انديوسد يعني عملت هايبوغلايسيميا هيطلع الجروث هرمون. عشان كده ده صيغه السؤال، حافظهم واحد واحد. نمره ثلاثة، بيطلع بالسليب. قلنا البيتيوتري من المعلومات الرائعه اللي ادها لك العبد الله، غده كلها انتير وبصير ليليه، بيطلع بالسليب. طيب يقول لي انت تعودت، فهمنا ليه بيطلع بالسليب. تعال نفكر، ايهما اسهل يا شباب؟ ايهما اسهل؟ ان انا انمو وانا واقف كده عكس الجاذبيه، ولا ابقى نايم كده فالنمو يبقى مش مضاد للجاذبيه؟ واحد بينمو بيطلع لفوق، بينمو يبقى بيطلع عكس الجاذبيه، انما لما يبقى في الوضع الافقي يبقى النمو اسهل لانه نوت اجينست جرافيتي، وده يثبت انه وراء الخلق خالق. فعش كده ربنا خلى الجروث هرمون يطلع في السليب. وشوف ده الحته اللي بعديها اروع، في الفيرست تو اورز، يعني ويستنج نو تايم. الطفل اتخمت، وانس اتخمت ما يمكن يصحى بعد شويه، يبقى اول ساعتين يروح طالع الجروث هرمون عشان يعمل جروث. شوف الروعه. ولا زلت اذكر كنت عند صديق في ألمانيا اسمه عبد الخالق الوكيل، متزوج من ألمانية، وبعدين هما الأطفال هناك يناموا الساعة 8، فنامت الطفلة بتاعتهم وفجأة ابتدت تعيط. شوف الأم معناها مش طبيبة فاهمة، قالت ما هي بتعيط عشان بتنمو، يعني هي عارفة وهي مش طبيبة أن النمو بيعمل بين. عارف ليه بيعمل بين؟ لأنه لما العظم بيشد البري أستيوم اللي هو أغنى حتة، نشوف مين يفتكرها في CNS، في البين نيرف إندينجز، الجروث بينفول. فده يذكرك، يبقى ده يثبت إيه يا شباب؟ أنه وراء الخلق خالق، قوة عاقلة نسميها الله. كده صعب ده النمو، يعني هنطلع لفوق ضد الجرافيتي كده سهل، فيطلع بالسليب. كده مش هتنسى، المعلومات مستقرة، فاهم. طيب نمره 4، وفي الفيرست تو اور، شوف الروعه، كل الهرمونات دي اعتبرها قاسم مشترك اعظم، تطلع بالستريس كلها. يعني يوم ما ربنا ما يفتحش عليك ويقول لك الهرمون ده بيطلع من ايه، عبال بس ما تلم نفسك قول له ستريس. ده هو ستريس هرمون، الجروث هرمون اسمه ستريس هرمون، للزملاء الاصغر سنا اسمه ستريس هرمون. الستريس ده في كام حاله؟ في حالتين، في الاكسرسايز، ما في الاكسرسايز انا عاوز جلوكوز وفي فاتي اسيد، هو بيزود جلوكوز وفي فاتي اسيد. والتروما لسبب تاني، محصل تروما اصابه، يبقى انا عاوز هيلينج، الهيلينج عاوز ابني. طب ما هو انا بقولك دي سواي مش اي ستريس، هما تعبير ستريس هنقوله في كل الهرمونات، لكن نوع الستريس هيختلف من هرمون الى اخر تبعا لوظيفتي. ده الفهم. يبقى تروما عشان بيبني انابوليك، واكسرسايز اللي بيزود الجلوكوز وفي فاتي اسيد. طب نيجي نمره 5، بيطلع بالسكس هرمونز، الايستروجين، وزي البرولاكتين على فكره اخوه، ما هم اثنين من الاستروجين سيلز، هم اثنين بولي بيبتايد، وقلنا حتى الجروث هرمون عنده لاكتوجينيك افكت، هم اثنين بيزيدوا بالايستروجين. ليه برضو بقولها للزملاء الاصغر سن؟ لان احنا قلنا السكس هرمون انابوليك. ربنا حط قاعده في البروبرتيز وهرمونز جميله ما قلناهاش، لان قلت القواعد مش 5-6 بس، ان كل هرمون، وده منطق الحياه لان في قوه عاقله وراء الخلق، يوقف الانتاجونست ويزود الاجونست، الاجونست يعني المساعد. طب الايستروجين زي الجروث هرمون انابوليك، مش عشان كده جمعت لك مين الانابوليك هرمونز؟ الجروث هرمون والانسولين والسكس هرمونز اللي هم من ضمنهم هنا الايستروجين انابوليك. طب ده بيعمل نفس العمل، يبقى يزودوا بعض.
لما يكون واحد بيساعدني احبه يجي معايا، انما واحد انتاجونست هيعكسني مش عاوزه معايا. قاعده من ضمن البروبرتي هرمونز، الهرمون يزود الاجونست وينقص الانتاجونست. وقلت من احلى ما بحب اقوله هو التجميعات، وما اكثر التجميعات، من اول كل الاستيرويدز بحرف الاس، سوليبل بحرف الاس، يبقى يدخلوا بالسمبل ديفيوجن بحرف الاس، يعملوا سينسز ويبقوا سلو. الهرمونات اللي تركيبها بروتين او بوليبيبتايدز بتطلع من الغدد بحرف البي. بص اول ثروع تجميعات، تجميعات اهم المعلومات. وطبعا انت عرفت ازاي تحفظهم، يعني انت لا تحفظتني، يبقى هو بيطلع من جروث هرمون ريليسنج هرمون والنقص جلوكوز في فاتي اسيدز، في حرف مشترك حتى. وثلاث حاجات تانيين، سليب ستريس اند سكس هرمونز اللي هو الاستروجين انابوليك زي، مش احلى من كده. عاوز حاجه تاني؟ مش ما بيكتبوهاش هما في الليسته. هو قلنا بيعمل ايه في الليفل اوف امينو اسيد في البلاد؟ هو بيعمل ترانسبورت اوف امينو اسيد اكروس ذا سيل ميمبرين. يبقى الامينو اسيد في الدم يحصل لها ايه؟ تقل. يبقى امتى المفروض يطلع؟ لما تزيد عشان ياخدها يدخلها الخلايا يبني بيها. فهو بيطلع بزياده الامينو اسيدز، وباكثر امينو اسيد يزوده اسمه الارجينين. ارجينين بيزود الجروث هرمون. ده سؤال عندنا هنا في اليو اس مهم جدا. ارجينين مهم جدا بيزود الجروث هرمون امينو اسيد. هقول لك اهميتها ايه برضه عشان ما تفتكرش ان هنا بنقول حاجات والسلام. انت عارف الولاد بياخدوا تركيبه امينو اسيد كده عشان البادي بيلد. طب يعني انت طب وصلك تركيبتين وتقول لي اخد ايهما؟ اللي فيها ارجينين اكتر بتطلع جروث هرمون اكتر وانسولين اكتر فتبنيك احسن. كان المفروض تتكتب، ما بيكتبوهاش عندنا في الجامعات بتاعتنا، ما علينا. طب نيجي ايه اللي ينقص بقى الجروث هرمون؟ سهله جدا، جروث هرمون انهيبيتنج هرمون اللي هو السوماتوستاتين، او هو بيعنى على الصيام بانه بيزود الجلوكوز والفري فاتي اسيد. يبقى لو الجلوكوز والفري فاتي اسيد اوريدي زايدين، هم زايدين هيطلع مع الاعتذار يهب بايه؟ ما هم زايدين، وهذا يحدث في الاوبيستي. طب نمره ثلاثه، وده سؤال متكرر في كل حاجه، لو خدت اي هرمون من بره يقف الهرمون من جوه بالنيجاتيف فيدباك. لو خدت اكسوجينس جروث هرمون بالنيجاتيف فيدباك يقف الجروث هرمون الاندوجينس بتاع ربنا. وهنبقى نتكلم عليها في الادكشن في السي ان اس، هفهمكم ايه فكره ليه الانسان لما بياخد مورفين وهيروين بيروح في داهيه. لان في مورفين لايك سبستنس جوه جسمنا بتضيع الالم، لما انت تاخدها حضرتك من بره توقف الحاجات بتاعت ربنا. لما تمتنع عن اخذ المورفين بره ما يلحقش بقى نطلع الخلايا تاني، النيورونز تنمو تاني بسرعه، وما انت خدت وظيفتها. في مورفين جوه جسمنا، في اندورفين وانكفالين وداينورفين، تاخد من بره يقف اللي جوه. فلو خدت اكسوجينس جروث هرمون ينقص الاندوجينس بالنيجاتيف فيدباك، نتكلم عليها في سي ان اس نشوف مين باذن الله يفتكر. وبعدين بالجلوكوكورتيكويدز زي الكورتيزون. عارف ليه؟ لان الكورتيزون ده كاتابوليك، يبقى انتاجونست ولا اجونست؟ انتاجونست. ولسه قايل لا الاجونست يطلعه، السكس هرمون الايستروجين يزوده لانه انابوليك زيه، انما الانتاجونست كاتابوليك كورتيزون جلوكوكورتيكويدز يقلله، لان ده انتاجونست. انا مش عاوز الانتاجونست معاه، وهبقولها في محاضرة الكورتيزون. كورتيزون بيهد الإنسان جلد ولحم وعظم، وهبقى اشرحها واحدة واحدة، مش جمل إنشائية. أكتر معول اللي هب الإنسان جلد ولحم وعظم هم الناس اللي بياخدوا كورتيزون. وعامل لهم حلقة كنت مع الدكتورة مها رداميس بتاع التغذية، وحاططها على الفيسبوك. اللي عاوز يشوفها ارجع على الفيسبوك هتشوف الحلقة بتاعت الكورتيزون. كاتابوليك. طيب قال لي انا خدت بالي من حاجه، قلت له ايه؟ قال لي كلهم فيهم حرف جي عشان نفتكر. برافو عليك. جروث هرمون انهيبيتنج هرمون، جروث هرمون اكسوجينس، زياده الجلوكوز وفي فاتي اسيد جلوكوكورتيكويدز. يبقى ده الفانكشن والكنترول اوف جروث هرمون، ده اول واحد. وقلنا الرسومات وما حصاد السنين يا شباب. نيجي بقى للجزء اللطيف والسهل
اللي هو disorders الأمراض. هيا بنا إلى بلاد الأقزام والعمالقة. تيجي بالأقزام، كان في كده قصة اسمها جاليفر في بلاد الأقزام والعمالقة. disorders جرسهم، أي disorder يا أولاد هياخد شكلين الأول. حط قواعد، قواعد حلوة أول، يا هايبو هايبو، طب دي قاعدة تافهة، طب ما أي disorder إلازي. فنبتدي بالهايبو، لو نقص الجروث هرمون الطلب يقول لك هيحصل دوارفيزم يعني التقزم. أول نتعلم ترمينولوجي، إزم يعني مرض، أي كلمة في الطب تنتهي بإزم أو مرض، مرض التقزم دوارفيزم. وطبعا أنا قلت لك قبل كده يعني إيه كلمة بيتيوتري، فاكرة؟ البصقة، عشان كده لأنها كلمة سخيفة. اللي عاوز أركز فيه للأوائل، لما يسألك نقص الجروث يعمل إيه هرمون، ما تقولش يعمل دوارفيزم زي بقيه الطلبة، يعمل بيتيوتري دوارفيزم، لأن في أنواع تانية من الدوارفيزم أهي، فيهم نوعين هم لهمش أي علاقة بالبيتيوتري. يبقى نقص الجروث هرمون ما يعملش دوارفيزم، يعمل بيتيوتري دوارفيزم. أدي أول نقطة، حب الدقة أول، بيتيوتري دوارفيزم. طيب نحط قاعدة جميلة جدا جدا، اما يجي لك اي هايبو فانكشن على الاقل لازم اعرف سببين، ده اول قاعده. لان انا قلت الهرمون لوحده ما يشتغلش، الريسبتور لوحده ما يشتغلش، فاكر الهرمون ريسبتور كومبلكس هو ده اللي اكتف. يبقى اي هايبو فانكشن لطالب ذكي مش مذاكر هيحطه ياخد نمر ويجمع نمر، ممكن يبقى سبب حاجه اتنين، يا نقص الهرمون يا نقص الاولى انت بقى الريسبتور. دي قاعده. قاعده تاني، لما يبقى الخلل في الغدة المعنية، عشان في الام اس كيو يسموها برايمري، لو الخلل بره الغدة المعنية يعني الهايبوثالاموس ما بتطلعش جروث هرمون ريليسينج، وعليه 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 البيتيوتري ما بتطلعش جروث هرمون، يبقى سكندري. يبقى حطينا قاعدتين، اي هايبو فانكشن الخلل يا ريليتد للهرمون يا ريليتد للريسبتور. طب وتاني قاعدة، لو الخلل في الغدة المعنية يبقى برايمري، لو بره يبقى سكن. وده خد بالك هي اول مجموعه محاضرات بتؤسس، تعمل فاونديشن، بعد كده هيبقى الموضوع سهل، بالعكس الكلام هيحفظ نفسه. طيب لو جالي سؤال بتيوتري دوارفيزم، وهو سؤال نظري، هنتكلم على الكوزس، خمسه كوزس و6 مانيفستيشنز، عملها بطريقه سهله جدا، ما تخضش بالارقام، انا عشقت مثل عشقي للنظام، انا مش بذاكر. اخد القصه من الاول، ثلاثة بلول الاسود اهو، مفروض الجروث هرمون ريليسينج هرمون من الهايبوثالاموس يؤمر البيتيوتري انها تطلع جروث هرمون، اللي هو لوحده ما يعرفش يعمل بناء، اتفقنا؟ ولا يعمل بناء عن طريق ايه؟ لازم يروح للكبد يطلع مجموعة مواد اسمها سوماتوميدين، حتى في سوماتوميدين سي، دي المجموعة الأشهر، سوماتوميدين سي أشهرهم الانسولين لايك جروث فاكتور 1. يبقى ادي ثلاث اسباب من خمسه بتوع البيتيوتري دوارفيزم، الهايبوثالاموس ما بتطلعش جروث هرمون ريليسينج هرمون، البيتيوتري ما بتطلعش جروث هرمون هنا للاوائل، ممكن النقص في الكوانتيتي الكميه او في الكواليتي في الكيف، لان احنا قلنا الجروث هرمون اللي صعوبته 191 امينو اسيد هي اوريدي النورمال، بيتيوتري ما بتعرفش تعمل نورمال اكتف جروث هرمون ال 100% من الكميه، بتعمل 75 بس. فلو عملت كميه يعني جروث هرمون بس الكواليتي بتاعته هباب، يبقى مش هتمه. المفروض يبقى على الاقل 75% جروث هرمون متظبط اكتف، فيبقى النقص هنا في الكوانتيتي او في الكواليتي. طب ثالث سبب، قلنا الاطفال بقى اللي هم عندهم الكبد تليف ما عندهمش السوماتوميدين سي اللي هو اشهر واحد الانسولين لايك جروث فاكتور 1. ادي اول ثلاث اسباب. نروح بقى للانسجه الناحيه الثانيه، في نوعين اكتشفهم الاثنين، اثنين يهود حتى بلون الاحمر، واحد اسمه ليفي لورين، ليفي لورين، حتى ليفي ده لازم يبقى يهودي، اذكرك فخر المعلومات العامه، عارف الجنس مين مين عمل جنس في العالم اللي هو اكتر بنطلون لابسان بنات والولاد، واكتر تبص في اي كلاس كده تلاقي معظم الناس لابسه جنس، واول جينز طلع كان اللي هو الليفاي عشان ليفي،
ليفي ده يهودي ليفايس ليفي لورين ده بيبقى الديفكت في الكارتج. ما احنا قلنا البول لازم ينمو من الكارتج عشان يطول, في ديفكت في الكارتج. طب النوع الاخير اسمه لاروندورفيزم. هنا الديفكت في الريسبتور. الديفكت فين؟ في الريسبتور. وده بقى اللي نبهنا الموضوع الريسبتور وحاز لارون ده جائزة نوبل اهي. هكتب لك شوية معلومات للزملاء الاصغر سنا يعرفوها. انا عارف ان هم بيسمعوني الاصغر سنا طبعا, لان الاكبر سنا دول علماء كبار قوي قوي مضرش عليهم. ان هذا اللارون اللي ده في الاكوادور, اكوادور دي جنبنا هنا في ساوث امريكا, لقى ان في عائلات معانا يهودية عشان ما بيتجوزوش غير بعض. اليهود ما بيتجوزوش غير بعض ابدا. في مجموعة من الاطفال قصيرين, فقال لي يبقى الجروث هرمون ايه؟ قليل. سيربرايزنج حلل لقى الجروث هرمون عالي جدا. يا نهار ابيض. فابتدوا يفكروا ان هنا الخلل بسبب ريسبتور. وحتى في محاولة لتصليح الخطأ البيتوتري طلع الجروث هرمون كتير وحاز جائزة نوبل في الحكاية دي. بيبقى فيه اوتوزومال ريسيسيف. ريسيسيف يعني متنحي, عشان كده في اليهود بس عشان بيتجوزوا من بعض. فعشان كده برغم انه ريسيسيف فاكتور فرصة ظهور المرض اكتر, بيحصل ميوتيشن اوف ريسبتور, بوظام في ريسبتور. في العالم كله في حوالي 100 واحد بس عندهم اللارون دول, يا في اكوادور المجموعه اللي في اللي هنا, او هاجروا معظمهم لاسرائيل. سيربرايزنج من المعلومات العامه اللي عرفها الزملاء الاصغر سنا انه هذا النوع اللاروندورفيزم ده بيبقوا ما نعرفش ليه less liable for type 2 diabetes mellitus and less liable for cancer. فبيعيش عمره مديدا قصير بس عمره طويل. هو قصير بس عمره طويل, لا يجيله diabetes type 2 ولا يجيله كانسر. دي حتة أحبك تبقى عارفينها. ده مش نوع مهم قوي, قلنا في 100 تقريبا في العالم اللي عندهم هذا النوع. يبقى ده الكوزيس. شوف النظام جميل ازاي. هتاخد ثلاثة هايبوثالاموس بيتيوتري, بيتيوتري كوانتيتي او كواليتي, والليفر. حتى الكلام بيعمق اللي قبليه. وبعدين نوعين هناك بقى نروح ناحية الريسبتورز. عملهم اتنين يهود, ليفي لارون وليفي لورين ولارون. ليفي لورين الليفي ده بتاع الكارتج, لارون ده بتاع الريسبتور ميوتيشن ريسبتور. هذا جائزة نوبل فيها. وده اول مره فهمتك بقى ان ممكن يبقى الهرمون ممكن يبقى الريسبتور. نيجي المانيفستيشنز برضو مع شبت مثل عشق للنظام. اي هوب يا اولاد يبقى ريزوليوشن كويس قصادكم, اي هوب, عشان تبقى ما ضاعتش وقتي وفلوسي على الفاضي, اشتريت حاجه بايظه. قالوا لي ده احسن حاجه الايباد برو ده, وقعدوا يشرحوا لي في نص ساعه وجعوا دماغي في كميه السبيسيفيكيشن. قلت لهم يا جماعه انا عاوز بس ازاي اعمل فيديو, مش عاوز اكتر من كده, ما تقعدوش تضيعوا وقتي في كلام اكتر. المهم يعني كنت بقول لزملائكم كان في 40 موظف في ايتون سنتر في تورونتو في الابل ستور, فسالتهم ايه ده. وطبعا مش هقول لك عدد الزبائن. قالوا لي عشان من سنه 13 كل كوارتر كل ربع سنه قلتها في المحاضره اللي قبلها بيزيد مبيعاتهم 35% كل ربع سنه. ربنا يديهم يا رب ويدينا. طيب نيجي المانيفستيشنز. هبقى اقسمها بطريقه حلوه قوي. فيزيكال ده اهم حاجه, ومنتال وسكشن. يبقى نمو بدني وذهني وجنسي. كل واحد من الثلاثة في حاجة غير طبيعية وفي حاجة طبيعية. يبقى حلو حتى تفتكر الست نقط, حاجة غير طبيعية وحاجة طبيعية. فيزيكال دي أهم حاجة, عشان كده حطيتها في الدائرة المشرشرة بتاعتنا. إن الطفل ده دوقف قزم لكنه بروبورشنال, يعني متجانس. الاسبان قد الهايت. الاسبان ده سيم أز هايت. الهايت اللي هو من قمه الراس الى اخمص القدم, يعني من هنا لحد تحت. الاسبان اللي هو المسافه لو انا فارد ايديا ما بين ايديا الاثنين كده, لو فارد ايديا. مفروض حتى في الرسم يعلمونا لو واحد داخل على واحد يحضنه كده, يحضنه
السبان مسافه بين الايد دي والايد دي مش عارف اجيبها كلها في السكرين تبقى قد الهايت. ففي الدورفيزم بيبقى عنده بروبورشنال، يعني حتى ما اقدرش اوريك صورته واقول لك انه قزم لانه مقاييس الرسم متظبطه. بروبورشن دي مهمه جدا في الام اس كيو. سبان اللي هو من اول لو فرد اليه كده الاثنين واحد يمين واحد شمال ده يساوي الهايت اللي هو الشيء الطبيعي في شخص طبيعي. سيربرايزنج مش عاوز غباوه، ما يبداش القصور في النمو غير بعد سن 4 سنين، يعني ما تقدرش تيجي الطفل حديث الولاده حجمه صغير تقول ده هيبقى قزم، تبقى دكتور مش شاطر مش نابه، لانه بيبقى نورمال لحد سن 4 سنين. يبقى ابنورمال دورفيزم. طب ايه النورمال؟ لحد 4 سنين وبروبورشن. طب نيجي منتلي، الاقزام عقليتهم كويسه نورمال، ده ايفن سوبر نورمال بيقول لك، لان هو بيعوض كل قصير مكير. انما طبعا انه قصير حاسس بنقص فعنده سايكولوجيكال ديستربنس، دي الحاجه اللي مش طبيعيه. طب سيكشوالي نورمال، اقزام بيخلفوا بس عندهم ديليد بيوبرتي. اظن فاهمها ليه؟ لان الجروث هرمون والسكس هرمونز انتاجونيست بيساعدوا بعض، في سينرجيزم ما بينهم، فنقص الجروث هرمون هيأثر على السكس، بس مش هيأثر، مش هيخلف، يتأخر البلوغ. يبقى شوف طريقة حلوة هي، مش هعيد تاني بقى لان اتفقنا مش هنعيد، لان انت قصادك الفيديو ممكن تعيده انت بنفسك تاني. يبقى في كام سبب؟ 5 اسباب: هايبوثالامس بيتيوتري ليفر، واثنين لارون اللي في الريسبتور، وليفي لورين اللي هو في الكارتج، ادي 5. وكام مانيفستيشنز؟ 6. وشوف طريقه جميله في التذكر، فيزيكال ومنتال وسكشن، والدياجرامز اللي قصادك زي الفل، حاجه اب نورمال وحاجه نورمال، حاجه اب نورمال وحاجه نورمال. لو كتبت بالطريقه دي لو في حاجه فوق الفول مارك في النظري هيدوها لك. وطبعا في معلومات قلت هتفيد الزملاء. قلنا الأزهر سنة. Other causes of dwarfism، ده سؤال جميل جدا. هل في أسباب تانية للدوارفيزم؟ طبعا على فكرة مش دي الليستة بس، ده في أسباب كثيرة جدا، في نيوتريشنال وفي جينيتك، في ناس كده العيلة أصغر، في أسباب كثيرة جدا. إنما إحنا هناخد 3 أكثر شهرة. في سبب اسمه بيتيوتري انفانتيليزم، ده عباره عن ايه بقى؟ البيتيوتري ما فشلتش في انها تطلع الجروث هرمون بس، ده كمان فشل في انها تطلع جونادوتروبينز. انا اقول لك بطريقه الطف، رحمه الله استاذي الدكتور احمد مالك كان بيسالها بطريقه جميله، يقول لك الاقزام تنجب او لا تنجب؟ فلو قلت له تنجب غلط، لا تنجب غلط، الاقزام نوعان، نوع ينجب اللي هو درسناه قبل كده، مشكلته بس انه قصير عشان كده سموه بيتيوتري دوارف، دوارفيزم. ونوع لا ينجب يبقى عنده مشكلتين، دوارفيزم بلس بلس هايبوجوناديزم، لانه قزم ولا ينجب، يبقى مشكلتين هي قزم ولا ينجب، نقص في الجروث هرمون، نقص في الجوناتروبينز، قزم لا ينجب. طب خد بالك، تخيل ما عندوش الجونادزم الشغالة، يبقى ما فيش سكس هرمونز، يبقى كل مظاهر الفحولة مش موجودة، يعني هو صغير بحجم الانفانت وما فيش شنب وده وما فيش صوت تخين وما فيش اي حاجة، والجينيتاليا صغيرة زي الانفانت. عشان كده سموها انفانتيليزم، لانه مثل الانفانت، افتح ودك، حجما ومظهرا. وقلت احسن مثال بقوله هنا، لو حضرت فيلم تنقية الاخفاء اللي هو قلت البطولة الوحيدة اللي خدها الراحل عبد المنعم ابراهيم، وقلت ده البطولة الوحيدة، وشوف الفقر، البطولة الوحيدة كان في فيلم تنقية الاخفاء، يعني نص الفيلم مش ظاهر عشان لابس الطاقية، يعني يدوله بطولة مرة واحدة يخفوه نص الفيلم. كان عنده اخ اسمه فصيح، عنده 28 سنة صغير كده، كل الناس تقلان ده عيل، هو ممثل الفيلم كان عنده 28 سنة، هو مثل الانفنت حجما ومظهرا، اهو ده بقى بيتيوتري انفنتيليزم. طب بحب اقول حاجة حلوة ومهمة، مين اكتر هنا وراء الخلق خالق؟ هل التقزم ده صفة جميلة؟ لا طبعا،
يبقى الافضل انه لا ينجب. عشان كده الاقزام التي لا تنجب دي معلومات عامه ما حدش يسالك فيها. تو ثيرز معظم الاقزام لا ينجبوا عشان صفه مش حلوه ما نتورثهاش. ده سؤال شافه مهم جدا، هيسالك ايه الفرق بين بيتيوتري دوارفيزم وبيتيوتري انفانتيزم. هنا في خلل واحد، حاجه واحده بس في الجروث هرمون دورف بس، انما هنا دورفيزم مع هايبوغوناديزم، جروث هرمون مع جونادوتروبينز، وهم الاكثر شيء. طيب يبقى الدورفيزم عنده خلل في البدن بس فيزيكال، الانفانتيزم فيزيكال وسيكشوال. طب نيجي اللي بعدها بقى الكريتينيزم، ده نقص التي 3 والتي 4 غده الدرقيه في النيوري بور. التي 3 والتي 4 مهم للنمو البدني والذهني والجنسي، الثلاثه بقى مش جروث كده في المفتوح، جروث فيزيكال ومنتال وسكشوال. فلو اتولد نيولي بورن عنده ثايرويد مش موجوده او فيها خلل مش عارفه ما فيهاش انزيم معين مش عارفه تطلع التي 3 والتي 4 كارثه. يبقى فيزيكالي هيبقى دورف، ودورف ايه بقى؟ البونز بتبقى مور افكتد ذان سوفت تيشو. عشان كده تلاقي انه عنده الابدومين الفيسرا ما تاثرتش، فكل الفيسرا طالعه بره كده يعني، عنده كرش سموها بوت بيلي ابدومين. لسانه سوفت تيشو ما تاثرش، تبص تلاقي لسانه طالع بره فمه لان الفك تاثر لانه عظم، لكن اللسان ما تاثرش، فيبقى عنده صعوبه في التنفس وفي الاكل، وساعات للزملاء الاصغر سنا يموت مختلقا بلسانه، وفي هذه الحاله فقد اراح واستراح. ليه بقى؟ لانه مش بس الوقوف ده منتالي ايديوت، قبله عمره العقلي يقل عن سنتين، يعني هو عنده 30 سنة مثلا بس تصرفاته تصرفات طفل عنده سنتين. incontinent مش عارف يتحكم في البراز، الطفل قبل سن سنتين ما بيتحكمش. defective speech الطفل قبل سن سنتين ما بيتكلمش كويس، cannot help himself idiot. وبعدين ودي الروعة sexually he is strial و impotent، يعني عقيم وغير قادر، يعني اصل ممكن واحد يبقى عقيم بس قادر strial بس، او غير قادر بس ممكن ناخد منه سيمن ونعمل artificial insemination. لا ده الاثنين مع بعض strial و impotent. وهنا ليه بقول دي عظيمة؟ ده قزم قبله ولسه كمان هيخلف، فربنا كمل مجموعة خلاها strial و impotent. عشان كده بقولها برضو بطريقة تنساش، لو نفرض جدلا نظريا انه سالناك تحب ينقص عندك جروث هرمون ولا ينقص عندك ثيروكسين يوم ما تتولد، تجاوب بلا تفكير طبعا جروث هرمون، هبقى قزم بس منتلي نورمال، سيكشوالي لو معهاش نقص في الجوناتروبينز نورمال زي الفل. انما ينقص ثيروكسين قزم وقابله وعقيم وغير قادر. عشان كده حتى عاوز اعلمكم ترمينولوجي، انا قلت لكم كل كلمه جابوا منين كلمه كريتينيزم، انت قول لي بقى ايزم يعني ايه مرض، ما جابوا منين كلمه كريتين اقولها لك. في اليونان بلاد الفلاسفه افلاطون وارسطو قرروا ان اي عيل يبقى قبله ما يصحش يقعد في بلاد كلها فلاسفه، هيعزلوه في جزيره كريت قريبه من اليونان، جزيره كريت. فبقت جزيرة كريت معقل الهبل في العالم، كل الهبل موجودين في كريت. فلما واحد يتهبل في العالم يقول لك ده أهبل زي بتوع كريت، ومن هنا جت كلمة كريتينيزم after the name of Crete Island. يبقى خدنا ثلاث انواع من الدورفيزم، لو النمو البدني بس بيتيوتري دورفيزم، شوف التسلسل الجميل ازاي، نمو بدني وجنسي يبقى بيتيوتري انفانتيليزم، الألعن بقى مقبولة النمو الجسدي والجنسي، إنما العقلي كمان إيديوت بقى كريتينيزم. نيجي لأشهر أنواع الدوارفيزم في العالم، وكان لي صديق عنده هذا النوع لأنه ده one of the most common، واحد في كل
معلش طبعا ده معلومات بس انت عارف بحب المعلومات العامه قلت لك لانه عشان اعرفك انك نورمال ماتيور بيرسون لازم يبقى عندك معلومات عامه. طيب طالب ما يعرفش غير طب، زميل ما يعرفش غير الكلمتين اللي حافظهم، ده هيز نوت ا نورمال بيرسون. عشان تبقى نورمال بيرسون اربع خصائص، اولهم مالتيبل انترست، مع اهتمامات متعدده. هنبقى نقول تعريف النورمال بيرسون في اوانيه. اسمها ايه؟ كوندروبليزيا، والكلمه شرح روح. كوندرو يعني كارتلج، بليزيا يعني تخليق، ايه يعني نو؟ نو كوندروبليزيا، مفيش تخليق في الكارتلج. واحد الكارتلج لا ينمو، الابيفيجال كارتلج، يبقى هيطول ازاي؟ يبقى قز. ايه كوندروبليزيا؟ واحد في كل 25000. ايه الكوز؟ 80% من الحالات بيبقى ميوتيشن في الجين بتاع الريسبتور معين، في لخبطه في الريسبتور 80%، و20% انهيرتد من الحالات دي. ليه؟ لانها اوتوزومال دومينانت عكس اللارون. اللارون كان اوتوزومال ريسيسيف، عشان كده قلنا في اليهود كتار. ليه؟ عشان بيتجوزوا من بعض، معظم المرضى في اليهود بس اللارون ده، انما هنا اوتوزومال دومينانت 20%. طب ايه المانيفستيشنز؟ صديقي ده تورسو يعني الترانك بتاعه نورمال، نورمال سايز تورسو، دماغه والترانك زي ايديه ورجليه بس اللي قصيره لان هما اللي فيهم فيزيال كارتج، بيقعد معانا على الترابيزه ياكل زي الفل، تو ما يطلع ايديه فوق الترابيزه نلحظ ان ايديه قصيره، ابص تحت الترابيزه الاقي رجليه بتلعب تحت، ما وصلتش الارض زي رجلينا، مش مستقره على الارض. ده اسمه ايه؟ كوندروبليزيا. وطبعا سالني السؤال المحرج، هل ممكن تيجي لاولادي؟ طبعا ممكن، 20% من الحالات انهيرتد لانها اوتوزومال دومين، لو خدوا الجين الخطا هتيجي. ده الايه كوندروبليزيا. ساعات بقى في سؤال وانا بقول لك انا عارف الاسئله كلها، يجي لك ايه؟ انيوميريت فور كوزز اوف دوارفيزم وديسكاس وان اوف ذم. يبقى خدناهم ثلاثه بترتيب معين، الدوارفيزم ده نقص جروث هرمون فقط، سوف نتدرج جروث هرمون مع جونادوتروبينز يبقى دوارفيزم مع هايبوجوناديزم، يبقى في تخلف بدني وجنسي، التلاتة بدني وجنسي وعقلي معهم ايديوت يبقى كريتينيزم. وبعد اشهر الانواع اللي هو الايكوندروبليزيا، وبقول لو في حاجة فوق الفول مارك يبدوها لك، انت كده يعني هتبقى افضل من زملاء اصغر سنا كثيرين في الحتة دي. عارف كويس قوي. انتقل بقى لبلاد العمالقه. بلاد العمالقه دلوقتي لو زاد الجروث هرمون هايبر سكريشن، اولا السبب هو طالع من انهي خلايا؟ اسيدوفيليك سنس، يبقى السبب اسيدوفيليك ادينوما. ده انا هقولها لك، ده في الام اس كيو بتيجي بالعكس، يقول لك عيان عنده اسيدوفيليك ادينوما، خلاص ما هو ما بيقول لك سؤال داخل سؤال، يبقى تعتبر انه زاد الجروث هرمون، وما تقوليش زاد البرولاكتين. ليه؟ ليه؟ لانه معظم الخلايا بتاعت السوماتوتروبس ومعظم حالات الادينوما يعني ورم في الادينو هايبوفيز بتبقى في الاسيدوفيليك سيلز. يبقى ما يجيب لك سؤال في الام اس كيو زاد الجروث هرمون زاد الاسيدوفيليك ادينوما، اشطبها واكتب جنبيها زاد الجروث هرمون وحل السؤال على انه زاد في الجروث هرمون. اهم نقطه ببتئس للشارح واللي بيسمعه، ما بيقولهاش الشارح، اسيدوفيليك ادينوما ورم في الاسيدوفيليك سيلز، فين؟ في البيتيوتري. فين؟ في المخ. يبقى العان ده مشكلته الحقيقيه مش اللي هنقوله، ان عنده برين تيومر. هستغرب ده، ناس بتشرح جات تسمع جات تحفظ وهو مش مستوعب القصه، العيان مشكلته اساسا عنده برين تيوبر، سيفير هيديك في العيان ده. طيب هنا السؤال بينقسم الى قسمين، هل الزياده دي حصلت قبل اليونيون اوف ابيفيزيس ولا بعد اليونيون اوف ابيفيزيس، بيفور ولا افتر؟ لو زاد الجروث هرمون قبل ما يلحم العض يبقى في فرصه للفيزيال كارتج تنمو، يبقى اطول، هيبقى عندي مرض اسمه جايجانتيزم او جانتيزم لو انت في امريكا ما بيحبوش يطولوا، جاينت
وتحط لها اسم مرض العبلقه. في انجلترا يقولوها جايجانتيزم، الاثنين حاجه واحده. اما لو زاد المرض في واحد زي حالتنا كبير خلاص توقف نموه، يبقى الاطراف بس اللي هتكبر، فيسموها اكروميجالي، يعني اطراف كبيره. انا بحب الترمينولوجي، ميجالي يعني كبير، واكرو يعني اطراف، وده الاكثر شهره. دول عددهم قليل جدا في العالم. قراءه ممكن تقضي عمرك كله ما تشوفش ولا حاله عنده جايجانتيزم، موجودين في ديسكفري تشانل ما بيعيشوش، يموتوا في العقد الثالث. انا شخصيا ما شفتش حقيقه واحد عنده جايجانتيزم، انما شفت اكروميجالي كتير. فبقول حتى لو زميل فاضل جابها سؤال تحريري، يبقى ده عايش في المريخ، بيجيب اسئله على حاجات ما حدش عمره هيشوفها. فدي بنقولها بنتسلى جايجانتيزم، وتفهمنا اكتر الاكروميجالي. فلو جالك سؤال جايجانتيزم هتجاوبه في النقاط الاتيه. في كم نقطه صادق؟ 5. وانت حافظ طريقه العبد الله، واللي لهم علاقه ببعض ناخدهم مع بعض. فالمريض ده عنده اوفر جروث اوف اول بونز اند اوفر جروث اوف سوفت تيشوز. جروث هرمون زياده، هو كان بيعمل جروث في البونز والسوفت تيشو، هو لسه مفيش حاجه لحمت. يبقى اوفر جروث اوف اول بونز واوفر جروث اوف سوفت تيشوز. مره اخرى نقص الجروث هرمون دوارفيزم، زياده الجروث هرمون جايجانتيزم، كله بينمو، يبقى بروبورشنت متماثل. معناها ايه؟ تبقى حافظها صم. السبان المسافه ما بين لو انت فارد ايديك بالايد اليمين للشمال زي الهايت من قمه الراس الى اخمص القدم. طب اوفر جراس اوف سوفت تيشوز تكتب فيه عنوانين. عنده سبلانكنوميجالي، الاحشاء كبيره، ممكن تقولها باسلوب اسهل فيسيروميجالي، هي ليفر كبير، سبلين كبير، قلبه كبير، قلت بالتعبير الحقيقي مش المجازي، يعني قلبه كبير حجما مش بيسع كل. وبعدين الجمله اللي بعدها مهمه قوي، المسلز ايرلي ان ديزيز بتبقى سترونج، ليتر اون بتبقى ويك. هم عندهم تفسير مش موافق عليه، بس نقوله لكم، ان لما البونز بتطول العضله بتتشد، فحسب ستارلينج لو قوه العضله تزيد. لما تتشد اكتر ستارلينج لو وذين ليميتس تبتدي تضعف، مش هو ده السبب خالص، لانها ما بنتخطاش ستارلينج لو. السبب الاساسي ان الاسيلوفيليك ادينوما ده ما يقعدش يطلع جروث هرمون جروث هرمون جروث هرمون على طول، في الاخر بيحصل للتيومر اكزوجوش وبيدمر الخلايا اللي حواليه، مورها. بدليل اهو بيموت منين الايرلي ديث؟ من بان يعني شامل كله، بان يعني ممتد في اللغه، هايبو بيتيوتريزم، بتتدمر البيتيوتري كلها، ايزم يعني مرض، بيتيوتري هايبو يعني نقص، بان يعني شاملها كلها، ويحصل ايرلي ديث. تبقى عارف التفسيرين. يبقى اوفر جروث اوف اول بونز واوفر جروث اوف سوفت تيشوز، دي هتقول بروبورشنت اهم كلمه، دي هتقول سبلانكنوميجالي، والماسلز ايرلي سترونج وليتر ويك. دي الصفحه الاخيره عشان ما تخضش. طيب نيجي بعد كده، خد بالك انا مستخدم الالوان، اللون الاحمر ده بتاع الاسيدوفيليك سيلز، واللون الازرق ده بتاع البيزوفيليك. طريقة لطيفة قوي. لما الجروث هرمون يزيد وهو دايابيتوجينيك، الجروث هرمون ده طالع من الاسيلوفيليك اللي هي لونها احمر اهو، يبقى العيان ده هيجي له هايبرجلايسيميا، الجلوكوز هيزيد، ما الجروث هرمون قلنا دايابيتوجينيك بيزود الجلوكوز، وماي بي دايابيتس ميليتس. في 10% من الحالات او اكتر، في بعض الكتب تكتب 25، الرقم ليه مش معروف؟ انا جاوبتك لان اساسا عدد جايجانتيزم في الدنيا قليل جدا جدا، فالستاتستكس النو بيزس، فهمت؟ بالزملاء الاصغر سنا. ماي بي دايابيتس ميليتس هايبر بيسيم. طب لما تكبر الاسيلوفيليك سيلز مين اللي جنبها؟ البيزوفيليك، هتضغط عليهم. اول خلايا تتاثر اللي هي الاقل اهميه، اللي بتشغل الجونادز. خلاص ليه؟ لانه خد بالك في بتطلع جونادوتروبينز، دي لو باظت هيبقى عندي هايبوجوناديزم، يبقى القوة الجنسية هتقل، مش مشكلة. إنما في بعد كده في البيزوفيليك اللي بعدها اللي هي الثايروتروبين، هبقى أهبل بس عايش.
لكن لو باظ الكورتيكوتروبين بتاع الاي سي تي اتش اللي هو بيشغل الكورتكس، كورتكس اسينشال فور لايف، نموت. فشوف ربنا سبحان الله، عشان ده سؤال تملي بتساله هنا، هو ليه لما كبر الاسيدوفيليك اثر اول حاجه على الجونادوتروبس؟ ربنا عامل اوردر وراء الخلق، خالق الاقل اهميه فالاكثر اهميه. اول حاجه تتاثر الجونادوتروبس بتوع الجنس في داهيه الجنس، عائل وعايش، ثم يتاثر الثايروتروبس، يبقى لا في جنس وعبيط اهبل يا خبر ابيض، بس عايش، بس عايش. ثالث واحده الكورتيكوتروبس، توفاك الله. شوف الروعه، الحفاظ على الحياه الى اي مدى، يعني الخالق يعني هو بيختار الحياه، امامك الحياه والموت فاختر الحياه، هو بيختار لنا الحياه، حياه حلوه. فاول حاجه تتاثر هي الجونادوتروبس، يبقى عنده هايبوجوناديزم ديليت بيوبرتي. انا كان بيقولها لنا رحمه الله استاذنا الدكتور محمد طلعت، كان بس بيقولها باسلوب يعني مش هقدر اقولها بنفس الاسلوب بالظبط، هو كان عنده شويه يعني ما اقدرش اقولها بنفس المقدره، اقولها بحاجه هتفهمها. يعني كان يقول ان انت لما يدخل عليك واحد جاينت ضخم جدا فوق 2 متر اكتر من 2 حتى بشويه كمان، فانت تهالك ايه الراجل ده ضخم جدا، كل حاجه فيه ضخمه، ده تلقى الجينيتاليا بتاعته عنده فحوله ما حصلتش، يقلع تكشف عليه ضخم جدا وجينيتاليا صغيره قوي، يعني مفيش تناسب، هايبوجوناديزم عشان ما تنساهاش. يبقى ليه خدت دول مع بعض؟ زياده الاسيدوفيليك سيلز طلعت جروس هرمون كتير، عملت هايبرجلايسيميا وميبي دايابيتس بليتس، ضغطت على مين اول خليه في البيزوفيليك ربنا عملها، الاقل اهميه بتاعت الجنس، الجنس ده اخر حاجه، ثم العقل اللي هو الثايروتروبس، ثم الحياه الكورتيكوتروبس. فاول واحده تضيع جونادوتروبس يبقى عنده هايبوجوناديزم وديليت بيوبرتي. ما بيعيشوش ليه يا شباب؟ قلت بتتدمر البيتيوتري. بان هايبوبيتيوتريزم، تدمير كامل، ورم، عنده ورم في المخ، تدمير كامل وايرلي ديث. يبقى عندهم هيديك. الزملاء الاصغر سنا، العينين دول عندهم هيديك رهيب. تقل الاهم بقى اللي بنشوفها كتير في الحياه اللي هي الاكروميجالي، واحد بعد ما كبر طلع عنده ورم. ليه دي الاكثر؟ تعال هتحب اقول لك ليه دي اكثر. هو الاورام بتزيد بزياده العمر ولا الاورام اساسا في السن الصغير؟ فكر فيها كده في الحياه. ممكن تيجي في السن الصغير 57 57 في طبعا، لكن الاورام اساسا في السن الكبير. بقول لك فقر المعلومات العامه، بعد سن 60 كل ديكيد الاورام تزيد 3 تايمز، يعني قبل سن 60 لو الاحتمال واحد، من 60 ل 70 يبقوا 3 مرات، طب 70 ل 80 9 مرات متواليه هندسيه، طب بعد 80 27 مره. نو داوت نو جوكا تول، الاورام اكتر في السن الكبير، عشان كده الاكروميجالي اللي سبب ورم اكتر من الجيجانتيزم. ده في الاطفال بيفور ذا نوبيفيز، انما ده بعد في الاكبر سنا يبقى الاحتمال اكتر. يبقى عايزين ناس فاهمه مش حافظه. ليه الاكروميجالي كتير في الدنيا والجيجانتيزم قليل؟ اديك فهمت. سبحان الله. نفس الجمل بقى هنا، كنا قلنا خمسه فاكر؟ ارجعهم لك تاني بسرعه. Overgrowth of all bones, overgrowth of soft tissues. مع بعض احفظوا. دي كبرت ضغطت على دي. هايبرجلايسيميا زادت الاسيوفيليك زودت جروث هرمون، عملت بريشر على الجونادوتروبس، عمل هايبوجوناديزم. وبعدين مات نمره خمسه بان هايبوتيريزم. احب قوي المقارنه، ليه بحطهم جنب بعض؟ احب المقارنات كده جميله. تبقى كده فاكر منظر الصفحه، ان اغمضت العين رايتها خلف الجفون. انها القصيده دي. وإن وريتها القلب تحرك بداخله المدفون، وإن سألت عنها العقل تحدث كالمجنون. كنت بحب أكتب الشعر، كتبته لزميلة وended up we got married. هذه عيب القصائد، ما علينا. يعني she's a staff في University of Toronto دلوقتي، طب برضه. طيب نيجي بقى الاكروميجالي. اكروميجالي يا شباب
مش هقول بقى اوفر جروث اول بونز لان الابيفيزيال كارتج لحمت عندي. يبقى لو زاد الجروث هرمون مش هيكبر اول بونز، هيكبر التيرمينال بورشنز اوف ذا سكيليتون، الاجزاء النهائيه في السكيليتون. عشان كده سموا المرض اكروميجالي، يعني اطراف كبيره، الاكستريميتيز كبيره. ومع شقه مستعشق النظام هتكلم في ثلاث حاجات من فوق لتحت، السكال، انزل للهاندز والفيت، ثم انزل للفيرتبري. يبقى من فوق لتحت سكال هاند وفيت وفيرتبري. نمسك السكال، يقول لك السكال بوكس شيب. عاوز افهمها لك ليه قالوا عليها بوكس. النورمال سكال بتاعت الشخص الطبيعي اللي هي باللون الاحمر بيبقى من فوق عريضه ومن تحت اقل عرضا. هنا مين بينمو؟ الماندبل، بيبقى برود اند ثيك، برود اند بروتودد. يعني الماندبل بينمو بالعرض بس يبقى دلوقتي اللون الاسود بقى شكلها بوكس لايك. وحتى التيث حصل لها سيباريشن، لما الماندبل ينمو بالعرض التيث تفس عن بعض يحصل لها سيباريشن، ما يعرفش ازاز لب عشان تبقى تفكرها. وبروجنافيزم تطلع لقدام بقى كانه عنده ضب. ده انا عايز اقول لك السيباريشن في التيث دي مهمه جدا. لو واحد شكل تقاطيع وشه كروس كده فالجر، طب هل ده عنده اكروميجالي ولا ما عندوش اكروميجالي؟ قول له وريني اسنانه، لو لقيتهم سيباريتد ده يخليك اكتر انه عنده اكروميجالي، لانه 100% المندبل عرض فالتيث حصل لها سيباريشن. وبعدين ده اللي حصل في السكال، اكتر حاجه مهمه قوي المندبل، بيبقى برود اند بروترودد بالعرض والتيث سيباريشن ويطلع لقدام بروترودد. يسموها حتى اشوف بقيتها اقولها لك في اللي بعدها. الهاند والفيت ده اكتب لي عليها مهم جدا جدا جدا، دي خد نوت بيها. انلارجد دي بقى اللي بتيجي في الامتحان. ليه بقى؟ دي شور ساين. مفروض حضرتك والعبد الله بنلبس مقاس حذاء معين، وهنا عشان برد هو في سنو بيلبسوا جوانتي بمقاس معين. لما تكبر مش مفروض ان انا مقاس رجلي يتغير. لما يجي لك عادي يقول لك يا دكتور انا وهو كبير كل 6 اشهر اروح اجيب جزمه اكتر، النمره اعلى، شخص شور ساين ده اكروميجالي. مفيش حاجه في الدنيا تدي كبر الرجل بعد اليونيون بيفيزس بعد البلوغ وكبر الايد في الجلافز، بس دي ما عندناش في بلدنا جلافز، ده على طول يبقى عنده اكروميجالي. ايدين ورجلين بتكبر، حذاء اكبر، جوانتي اكبر، هذا يساوي اكروميجالي. طب نيجي الفيرتبري، تخيل الفيرتبري بتكبر وهو ما بيطولش، يبقى تتكون، يبقى تعمل اتب، يسموها كايفوزيس، يبقى مقتب. يبقى خدناها من فوق لتحت، السكال بوكس شيب، الهاند والفيت، هاندز وفيت انلارجد، لارجر بير اوف شوز وجلافز. دي مهمه جدا الجمله دي في الام اس كيو، ان دي دايجنوستيك. والفيرتبري كايفوزيس. طب نيجي نمره 2، هنا اوفر جروث اوف اول بونز، هنا اوفر جروث اوف تيرمينال بورشن اوف ذا سكيلتون. هناك بقى اوفر جروث اوف سوفت تيشو، دي ما بتلحمش، يبقى هنا هنحط نفس العنوان. هناك كان اول بونز غيرناها بتيرمينال بورشن اوف ذا سكيلتون، انما هنا اوفر جروث اوف سوفت تيشو، احط هنا اوفر جروث اوف سوفت تيشو. هي سبلانكروميجالي او فيسروميجالي، والماسلز نفس الكلام. early in disease بتبقى strong، later on بتبقى weak. ونزلت اذكر في الفتره اللي اشتغلت نائب في القصر العيني قبل ما اشتغل فيسيولوجي، كان الاوائل ياخدوا نيابات الاول، فاخدت نيابه في القصر العيني، وبعدين بعد كده قررت اني اشتغل اكاديميك. فجالي واحد بيقول لي يا دكتور انا بشتغل شغال في المحطه، القصه في عجاله، مش قادر اشيل نفسي، صار شايل مش قادر يشيل نفسه. وعين اتحسر كده وقال يا فين الصحه بتاعت زمان؟ ده انا زمان كنت اقوى شيال في المحطه. اللي عاوز اقوله اللي بيتحسر عليه على انها الصحه بتاعت زمان دي مش صح، دي كانت بدايه المرض. early in disease يبقى المسلز فيري سترونج، لان الجروث هرمون انابوليك فيري سترونج. later on شوف بقى هنا التفسير بتاعهم غلط، اللي يقول لك تطول وستاندنج لو، لما التيومر يخلص الجروث هرمون يحصل ديبليشن، مفيش جروث هرمون، ما هو ما طولش هنا عشان نقول ستاندنج لو، ده اكروميجري طول ثابت. الماسلز تبقى فيري ويك لان حصل اكزهوشن للجروث هرمون.
فهو جه بيقول لي شايل ومش قادر اشيل نفسي يا دكتور. بس زمان كنت اقوى واحد. هو فاكر بقى ان دي الصحه بتاعت زمان. هذه كانت بدايه المرض. ان زياده الجروث هرمون اللي هو انابوليك خلى الوصل از فيري سترونج. حصل ديبليشن اكزوشن نضب الجروث هرمون فبقت فيري ويك. ناخد الفيس سوفت تيشو. الفور هيد اهي هتبقى رينكلد، السكين بينمو ويبقى ثيك، والعظم بتاع السكال ما بيكبرش قوي اهو هنا. يبقى هنبص ليها رينكلد، يبقى شكله زي ايه على فكره؟ ده مش تعبير انا ولا اهانه العيان، بول دوج، زي البول دوج. عارف البول دوج بيبقى القوره بتاعته مكرمشه كده بالظبط. وبعدين النوز والاير والليبس كل دول يكبروا لانهم سوفت تيشو. الاير والنوز والليبس كله يكبر، والسوبرا اوربيتال ريدجز اللي فوق العين تبقى بروميننت. فالدرجه دي يسموها اسم لطيف قوي عندنا ما بيستخدموش، يقول لك ايب لايك فيس، يعني وشه زي الايب، زي الغوريلا، زي الاورانجوتان. ايب لايك فيس. وعاوز كمانتها لما ايده تكبر قوي يسموها سبيد لايك هاند، زي الجاروف. حتى فيها ساجع يحبوها. هنا يقول لك ايب لايك فيس and spade like hand. يبقى ده اوفر جروس. بدل ما قلنا all bones اهي حطهم لك جنب بعض، اوفر جروس of all bones، اوفر جروس of terminal portion of skeleton، اوفر جروس of soft tissue. هنا اوفر جروس of soft tissue بس زودنا الفيس، هنا اطول. نيجي بقى نفس الكلام، هناك كان هايبر جلايسيميا عشان زاد الجروس هرمون. طب هنا نفس الكلام، جروس هرمون زاد وهو ديابيتوجينيك، يبقى هيزود الجلوكوز هايبر جلايسيميا وسكندري دايابيتس بليدز. هنا بقى بيشرحها اكتر. لما الجلوكوز يزيد قلنا ده اهم ستيمولس للانسولين، فاستيميليت البنكرياس ان يطلع انسولين عشان ينقص الجلوكوز اللي زاد. يبقى الجروث هرمون يزود الجلوكوز، وزياده الجلوكوز دي اهم ستيمولس قلتها لك للانسولين، تستيميليت البنكرياس يطلع انسولين في محاوله لتصليح الخطا ينزل الجلوكوز. بعد شويه تعرف ايه اللي هيحصل، البيتا سيلز بتاعت البنكرياس هتخلص الانسولين، بقى ما عندوش انسولين. ما عندوش انسولين يبقى دايابيتس ميليتس. بس سكندري، الخلل ما كانش في البنكرياس، الخلل بره الغده المعنيه، الخلل في البيتيوتري. طلع الجروث هرمون، زود الجلوكوز، زادت الجلوكوز استثارت البنكرياس انه يطلع مور انسولين لاصلاح الخطا، خلص الانسولين. سكندري دايابيتس ميليتس. انفيرتيليتي نفس الفكره، ان الاسيدوفيليك هتضغط على البيزوفيلز. البيزوفيليك مين اكتر خلايا حساسه؟ الاقل اهميه. اكتر واحده مهمه كورتيكوتروبس بتاعت الكورتيزول اللي هو اسينشال فور لايف، من غيرها ما نعيش. ياريها الثايروتروبس عشان الموضوع فيه عبط. جونادوتروبس اقلهم اهميه، فهم دول ضغط عليهم انفيرتيليتي. والان جروث هرمون شايف دي بقى زي البرولاكتين، similar in structure and function to prolactin. قلتها لك لاكتوجينيك. فالثدي يتضخم في الذكر والانثى، جاينيكو ماستيا، ماستيا يعني ثدي، وجاينيكو يعني تضخم الثدي، ما هو ماستايتس التهاب الثدي، ماستيا يعني ثدي، جاينيكو ماستيا تضخم الثدي. و5% من الحالات يجي لهم لاكتيشن، فيميل نون بريجنان فيميل، يعني ما خلفتش، ما مش حامل خالص ترضع، لان الثدي بتاعها مستعد، واقل طبعا في الميل، يعني 5% ده في الفيميل، انما الميل ستيل اقل لان الثدي بتاعه مش مستعد، بس ممكن يرضع في حالات الميل بيرضع. وحكيت الكارثه في الريف اللي راجل بنته جالها اكروميجالي، فلقى الجلباب بتاعها عليه لبن، والبنت مش متجوزه. تفتكر فكر في ايه بقى؟ فكر في الاكروميجالي وان في اسيدوفيليك ادينوما وبتطلع جروث هرمون، وجروث هرمون سيميلر انستراكشن فانكشن تو برولاكتين، فعندها لاكتيشن. قال لك ده في طفل ومخبينه في بيتنا طفل، مش في فيلم اسمه بيتنا رجل، في بيتنا طفل وخبوه مني، البنت اهو في لاكتيشن. تصرف بشهامه اهل الريف، فاهم عمل ايه، قتلها. جاء الطبيب الشرعي اكتشف دي عندها غلبانة أكروميجالي. لا تدين أحدا، we never know. لاكتيشن 5% في الفيميل وأقل من ذلك في الميل. هنا بقى هنضيف نقطتين مهمين جدا.
هنا كان بان هايبوبيتيوتريزم، هنا بيتيوتري انلارجمنت في الاول، بيتيوتري انلارجمنت تضخم، ورم في المخ، ورم في البيتيوتري، هيديك، سيفير هيديك. اللي جايه دي اهم واحده عشان كده كتبها لك باللون الاحمر، دي اللي بتضايق العين جدا. بيتيوتري تحتها الاوبتيك كيازما بتاع الفيجن، وهي متسنطره بالظبط. فانت عارف الاوبتيك نير في نيزل فايبر ناحيه النوز يشوف اللي بره، لان الضوء ماشي في خطوط مستقيمه. اللي بره تخيل كده شعاع ضوء، تخيل شعاع ضوء جاي من بره كده، اللي بره تمبرال اهو، تمبرال يدخل على النيزل، التمبرال يدخل على النيزل، على النيزل، والبيتيوتري متسنطره بتروح ضربه اللي في النص بالظبط الاثنين نيزل، فانا ما اشوفش ايه اللي بره. يبقى عندي حاجه اسمها اللي بره مش شايفه، لانه النيزل فايبر ادي البيوبلا اهي الحدقه، والضوء جاي في طوب مستقيمه فيدخل كده بالحدقه، هيدخل يقع على اني فايبرز، اللي جاي من التمبرال من بره يقع على النيزل، اللي جاي من التمبرال من بره يقع على النيزل، الاثنين نيزل اتضربوا، اللي هما بيشوفوا اللي بره، الاشعه اللي جايه من بره تمبرال بتقع على النيزل، البيتيوتري السنتره ضربت الاثنين نيزل، يبقى انا ما اشوفش الاثنين تمبرال. يبقى عندي باي تمبرال يعني اثنين تمبرال، هيمي يعني نص، ان اوبيا يعني لا نظر، اوبيا نظر، كل كلمه لها معنى. اوبيا نظر، انوبيا مفيش نظر، النص بالظبط، اللي بره مش شايفه لكن اللي جوه شايفه، يبقى باي تمبرال هيمي انوبيا. احلى تعبير بقى يقول لك هنا ايه، يبقى العين ده شكله ايه، كانه مش شايف اللي في مش شايف اللي بره، شايف اللي في النص بس، كانه باصص في تيوب، فيسموها تيوبال فيجن او تيوبلر فيجن، الاثنين صح في السبيلنج، تيوبال اور تيوبلر، او في اسم ثالث تلسكوبيك فيجن، كانه باصص في تلسكوب، عارفه لما تبص في تلسكوب ما تشوفش اللي بره. فكل ده في الام اس كيو صح، باي تمبرال هيمي انوبيا صح، ده التعبير اللي بيوصف الاثنين تمبرال اللي بره ضاعوا، لان اللي بره بيقع على النيزل، الاشعه داخله كده في خطوط مستقيمه، دخلت من البيوبل في الناحيتين وقعت على النيزل، النيزل اتقطع، يبقى ما نشوفش الاثنين تمبرال، باي تمبرال هيمي يعني نص انوبيا، باي تمبرال هيمي انوبيا، او تيوبلر فيجن، او تيوبال فيجن، او تلسكوبيك فيجن، كل ده صح. دي اكتر حاجه تضايق العيان، هم فقد نص بصر، هقول لك ولما تكبر اكتر هتدمر النيزل ويل اللي هما ما بيكتبوهوش، والتمبرا يبقى كومبليت بلايندس، عشان كده لازم نلحقه نشيل ورم زي ما قلنا عنده صداع. ثايرويد كمان بتكبر، ثايرويد انلارجمنت، بيحصل تضخم في الثايرويد فبيحصل له ثايرويد انلارجمنت. يبقى ست حاجات في الاكروميجالي، يبقى تبتدي بالكوز، ورم في المخ، ورم في البيتيوتري، شوف انا باخدها بالعكس عشان تفهم الاهميه، اسيدوفيليك ادينوما طلع جروث هرمون، لان معظم الخلايا سوماتوتروبس ورم في المخ، عشان كده هيدك، هيدك مهمه جدا، وعشان كده ضاعت له النظر، ورم في المخ دي اهم حاجه، الباقي كله عباره عن مناظر. طب هتتكلم عليها ايه في ست نقط، اوفر جروث اوف، ما تقولش اول بونز، تيرمينال بورشنز اوف ذا سكيلت، واوفر جروث اوف سوفت تيشو، الاثنين دول مع بعض. زاد الاسيدوفيليك يبقى هايبرجلاسيميا وسكندري دايابيتس مليتس، ضغطت على البيزوفيل اكتر واحده حساسه جونادوتروبس يبقى هايبوجوناديزم وانفرتيليتي. خلاص؟ بس خد بالك، بس هو سيميلر انستراكشن اند فانكشن تو برولاكتين، هما الاثنين بولي بيبتايد، هما الاثنين الاسيدوفيليك سيلز، فالصدر يكبر جاينيكوماستيا، بس الصدر مستعد في الفيميل، 5% من النون بريجنان فيميل يحصل لهم لاكتيشن، وعدد اقل جدا في الميل زي فيلم جينيور، يعني بيجيبوها بيزد على حقائق علميه بتاع ارنولد شوارتسنيجر جينيور. يبقى دي اربعه، فاضل اثنين انلارجمنت اوف بيتيوتري انلارجمنت اوف ثايرويد، ما تجيش احلى من كده، ست نقط، اوفر جروث اوف بونز اوف تيشو ادي اثنين، وبعدين كبر الاسيدوفيليك وضغط على البيزوفيليك ادي اثنين، وبعدين بيتيوتري انلارجمنت ادت الى هيديك، واهم المصيبه باي تمبرال هيمي انوبيا، وفي الاخر هتبقى كومبليت بلايندنس وانلارجمنت الثايرويد، ما بنستناش بنشيل الغده. ده السؤال اللي بيجي، اكروميجالي نظري مهم، لانه سبب المرض اسيدوفيليك ادينوما، المرض اكثر احتمالا في الناس الكبار الادينوما، مش في 57 53 بيحصل في الاطفال بس قليل جدا، حالات الجيجانتيزم قليله جدا، الاكروميجالي اكثر كثير. انا اسف اطلت عليكم حوالي 7 8 دقائق عن الوقت المخصص، بس لازم عشان نقف حته معانا
وانا بشكركم لحسن انصاتكم وانكم اديتوني وقتكم. اللي بقول تاني اغلى حاجه عند الانسان هو وقته. فانتوا بتدوني الوقت. اي هوب ان انا اكون استثمرت واستثمار جيد وفدتكم. وباذن الله اذا كان في العمر بقيه وفي الصحه بقيه نكمل كويس قوي وعلى افضل كمان مما تتصور. وبقول بعد كده ازاي. ولم يبقى الا الدعاء والتوفيق. وفقكم الله. هنلتقي باذن الله 2 و4 واحنا قلنا ايه يا اولاد؟ سبت واثنين واربع. السبت باذن الله عندنا سبيشال سينسز، 2 عندنا سي ان اس، الاربعاء بقى مش الخميس في نفس المواعيد هنلتقي في الاندوكراين. هتسمع وتفرغ وصلك رسومات جميله جدا وانت قاعد في البيت ومنتهى المزاج. الصوت فيري كلير، اي ثينك الصوره كمان دلوقتي هاي ديفينيشن والريزولوشن حلو. وتكتب وبعدين مره مزاج كده تحط الهيدفونز ومعاك السمارت فون بتاعك وانت في وقت ضايع تعبان مش قادر تذاكر اسمع الكلام ده تاني. وانا بعيد اوريدي في المره اكتر من مره وبحط القواعد مليون مره وهتتعاد بالامانه مجهود قد كده عشان مش تذاكر في سولوجي، تفهم في سولوجي عشان تبقى دكتور كويس. وقلت لزملائكم بالبارحه ان جوائز نوبل عارف بتتاخد ازاي في الطب، الطب والفسيولوجي مع بعض يعني جايزه واحده. عارف ليه؟ لان معظم البروجريس في الطب هو بروجريس في الفسيولوجي. التطور التقدم الطبي اساسا في الفسيولوجي. تطور الطب معتمد على الفسيولوجي. عمرك ما هتبقى دكتور فاهم وعارف الا اذا عرفت فسيولوجي. انا مش من كلامي، افتح المقاله اللي انا كاتبها على الفيسبوك ونشرتها في الجرائد العربيه هنا. انا بلخص المقالات على الفيسبوك وبعدين اكتبها بالتفصيل في الجرائد العربيه للجاليه العربيه هنا. جائزه نوبل في الطب والفسيولوجي حاجه واحده وغالبا بيتاخد في الفسيولوجي ده الفكر. وشفنا النهارده لارون